دون أن يقول له تعالى اشكر لي من تدخل يا أول. قالوا أنا رأيت الهلال. وعرفوا مباشرة إيه؟ صدقوا وأقروا بكلامه. هؤلاء المقلدون. لكن إذا طلبوا منه أن يريهم كما رأى خرجوا من التقليد. فهذه في هذه الحالة إيه؟ قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. تعالى أبصركم يعني أريكم الأدلة أريكم الحجج فتكونوا على بصيرة. فلما يقول لهم أنا رأيت الهلال وهم ينظرون كما نظر ويرون كما رأى إذا خلاص خرجوا منه. لكن إذا مباشرة صدقوه واتبعوه هؤلاء مقلدون. مش معنى احنا نقلد بس ايه ورينا ماشي فيك عشان نمشي نتبع نضع فيك. خامسها التعصب من غير طلب للحق. ده ما ذكروش السنوسي. الجهل المركب سادسها. وايه الفرق بين الجهل المركب والجهل الايه البسيط؟ الجهل المركب اعتقاد جازم غير مطابق. اعتقاد جازم مطابق ده مش ايه ده علم ده هو اعتقاد يقين ده. انما اعتقاد جازم كده يدخل فيه التقليد لان التقليد بيكون ايضا جازم غير مطابق. هذا جهل سواء كان مستندا الى شبهة او تقليد. يعني ممكن يكون الجهل ده مستند الى تقليد يعني هو الجماعة ربنا سبحانه نفى عنهم العلم ولو كان آباؤهم لا يعلمون. فإذا كانوا لا يعلمون وقلدوهم إذا قلدوهم عن إيه عن جهل. طب إذا كان عندهم علم جاء في الآية الثانية لا يعقلون من عندهم شبهة بس لم يستعملوا النظر لإطالها. فمرة يقول لا يعقلون مرة يقول لا يعلمون. إما أن يكون التقليد مستندا الى شبهة. شبهة يعني هو يعني تشبه سميت شبهة لانها تشبه الدليل يعني هي في الظاهر دليل فسميت شبهة شو تشبه او ما فيش حاجة خالص تقليد اتباعه خلاص اما هذا اما ذا. وانما سمي مركبا لانه يعتقد خلاف ما هو عليه فهذا جهل بالشيء ويعتقد انه يعتقده على ما هو عليه فهذا جهل اخر قد تركب معا. هذا هناك الشيء هنا ما في سؤال هنا سؤال هنا نعم سؤال هنا في المكتب مش هنا ما عرفش روح اسال هناك في المكتب ورانا ولا يمين ولا الشباب ده البصير ان يجهل يعني هو جاهل تمام كده. فإذا جهل أنه جاهل اثنينهم يعني مثلا أجهل ما هذا الكتاب لا أدري هذا جهل ولكن أجهل أنني أجهل اسم الكتاب إذا معناها ظننت أن عندي علما أو أن عندي معرفة. الجهل البسيط نضرب مثال اسم هذا المسجد ايه اللي احنا جالسين فيه الازهر لكن واحد غريب لا يدري فقال لا ادري هذا يسمى ايه جهل. انما اذا قال لك هذا مسجد الامام الحسين اولا هو جاهل قطعا لانه هذا ليس مسجد الامام الحسين رضي الله عنه. اذا جهل انه المسجد ثم اخبر بشيء ايه اخر غير الواقع فانضم الى جهله جهل اخر تركب من جهل من جهل ايه مركب. ما هو اذا انبنى الاعتقاد على الجهل او على التقليد في 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 الحالتين فاسد. لابد الاعتقاد يبقى مبني على علم فاعلم انه ايه لا اله والعلم يعني يقين العلم مفوش يعني الجهل. الجهل المركب ان يجهل الحق ويجهل جهله به يعني هو لا يعرف الحق ولا يعرف انه لا يعرف الحق يعني معناها ايه
يعني معناها يرى انه يعلم انه على حق وهو على غير حق. انما الذي يعلم انه على غير حق يعمل ايه؟ يبحث عن الحقيقة. هذا امر فطري في الانسان. يعني ايه خطورة الجهل المركب؟ السهل الجهل البسيط على طول الانسان هو يريد التعلم، لان الانسان بفطرته وبطبيعته يتطلع الى اي اشياء، يريد ان يفهم كل شيء. طب ما الذي يحجب الانسان عن الفهم؟ الجهل المركب، لانه يظن انه فهم. فبالله عليك لو انسان يرى انه عالم فكيف يطلب العلم؟ واحد يقول له تعالى علم، يقول لك ما انا عارف، تعالى اوريك مساله، يقول لك انا فاهمها، انا درستها قبلك. انت فاهم علم الكلام؟ ايوه فاهم. فاهم في الكيمياء؟ ايوه فاهم. وما فاهم؟ فمتى يقول لك تعالى علمني؟ اذا اعترف او اقر به لانه لا يعرف. اما اذا لم يعترف بانه لا يعرف، معناها لا يمكن الا بمعجزه او بامر خارق للعاده. لانه هو متى يريد؟ اذا ايه؟ اذا احس وعرف ده كده سهل. لذلك سمي بسيط، يعني علاجه بسيط. لما لذلك بعض الناس اذا قلت له او ذكرت له الحجه يفرح جدا لانه كان لا يعلمها. انما المركب ده يعاند ويردها ويجادل ولا يقتنع بها، لانه هو يظن انه يعلم ويظن ان هذا الجديد يفسد عليه ما يعلمه او يرد ما هو يعتقده، فيكابر ويعاند ويردها. الجهل المركب ان يجهل الحق ويجهل جهله، يجهل جهله. فان قلت، انا بجي سؤال في المثل، وفان قلت ان بعض اهل السنة قال بالتأثير بواسطة القوة، لانه في قول الامام الغزالي وامام الحرمين والامام السبكي ونقل السيوطي، فكيف احنا لسه بنقول ايه؟ ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعيون. فهذا حيلزم منه تبديع ائمه كبار، امام السبكي والامام الغزالي وغيره. يعني بعض هؤلاء منتمون الى الاشاعره ايضا، ولكنهم في المساله دي قالوا بالتاثير بالقوه الايه؟ المدعى. لكن ليس كلامهم زي كلام مين؟ زي كلام المعتزله. ليه؟ تعال نشوف كيف يكون القائل به بدعيا، وحتى كمان في خلاف في كفره. نعم. قلنا الاصح او الصحيح عدم تكفيره. نعم. يعني معناها في قول كفر. نعم. ولكن الشيخ قال ليس صحيحا، يعني هذا القول ليس صحيحا. نعم. لكن مش معنى ليس صحيحا يعني، لكن في مشكله قائمه. نعم. وفي كفره قولان. قلت معنى القول بالتأثير بالقوة عند بعض أئمتنا اللي هم ذكرهم من الغزالي وأئمتنا، يعني بتوعنا برضه ما خرجوش. نعم. لا الغزالي ولا السبت ولا السيوطي. فإن قلت كيف يكون القائل بتأثير القوة المودعة أو القدرة الحادثة، كيف يكون من أهل البدعة مع أنهم أئمة كبار؟ قلت معنى القول بالتأثير بالقوة عند بعض أئمتنا أن الله تعالى هو المؤثر والفاعل بسبب تلك القوة التي خلقها الله تعالى في تلك الأشياء، فالتأثير عنده يعني عند القائل لله تعالى وحده، وإن كان بواسطة تلك القوة، بخلاف القدرية، بخلاف كلام المعتزلة ينسبون التأثير لتلك الأشياء بواسطة القوة. يبقى السؤال هنا،
احنا اتفقنا او الائمه دول اتفقوا مع المعتزله في ان القوة دي لها ايه؟ لها تاثير. تمام كده؟ لكن التاثير عند هؤلاء الائمه لله تعالى وحده بواسطه هذه الايه؟ هذه القوة. وعند هؤلاء التاثير للايه؟ لهذه الاشياء بواسطه القوة. عندهم عند الائمه دول التاثير لله بواسطه القوة. وعند هؤلاء ينسبون التاثير للاشياء بواسطه يعني مثلا زي النار ينسبون يعني مثلا الامام الغزالي والامام السبكي يقولون ان الله تعالى هو المؤثر يعني هو فاعل الاحراق عند اقتران النار عندها لا بها. تمام؟ لكن بواسطة هذه القوة التي أودعها الله تعالى في النار. نحن لا نقول بنفي القوة، فيها قوة فعلا على الإحراق، لكن هذه القوة يحرق الله تعالى بواسطتها. أما المعتزلة فيقولون النار تحرق بواسطة هذه القوة. نعم، يحرق الله أو التأثير لله بواسطة هذه القوة. هم قالوا التأثير للنار يعني إحراق للنار بواسطة إيه؟ هذه القوة. إذا هؤلاء الأئمة لم يخرجوا عن أشعريتهم أو عن اتباع أهل السنة في إسناد التأثير إلى الله، وإن جعلوه بواسطة هذه القوة. زي ما أنت تقول ذبحت فلانا، تسند التأثير والذبح لك ولكن بواسطة مين؟ السكين. واضح كده؟ انما لكم لا، ده اسندوا الذبح والتاثير للسكين نفسها، يعني السكين نفسها في قوه، فيها قوه على الايه؟ على الذبح. وان كانت هذه القوه التي في السكين ليست ذاتيه انما مخلوقه لله تعالى، فلفوا ورجعوا ايه؟ مره ثانيه الى قواعدهم ثانيين. واضح الفرق ده؟ مرجوحا لكنه ليس موافقا لكلام القدرية. إن كان رأيا مرجوحا ما نقدر نقول احنا مردود، مرجوح يعني ليس هو الراجح، وهو خلاف ايه ما نراه راجحا. فاحنا نتبع الجمهور الأعظم انه لا تأثير لهذه الأشياء وإنما التأثير لله، والتأثير لله تعالى مستقل ليس بواسطتها، وإنما هي عندها. لو قلنا بواسطتها يبقى بها. شوف الفرق في إيه؟ في ظرف وحرف جر. يعني يقولون إذا مست النار الورقة كده يحدث الإحراق عند المماس، ولكن هؤلاء قالوا بها. أنزل الله تعالى الماء إلى الأرض فاهتزت وربت، فأحيا الله تعالى به، أحيينا به الأرض بعد إيه؟ بعد موتها. الباء هنا مش للوصفة بل للاقتران، يعني بمعنى عندها زي ما فسرناها. هم خلوها بمعنى الثاني يعني بواسطتها. طيب احنا ليه ما قلناش كده؟ رغم ان هذا القول لا يؤدي الى كفر ولا يؤدي الى ايه؟ الى بدع، ولكن حتى لا يكون هناك من يجهل فيظن ان الله تعالى لا يقدر ان يفعل الا بواسطه. يعني مثلا اذا اراد الله احراق الكفار من غير النار يقدر ولا لا؟ نعم. بدل ما يخلق القوة دي الساعة اللي الموت على يقول عليها في النار يخلقها فيهم هم. ايه يخلقها جواهم فيشتعلون من غير ايه؟ من غير ما الريق اللي انت لما ترتوي بشرب الماء يخلق الله فيك من غير الماء. لهذا السبب عشان كده يقولنا ايه؟ مرجوح. ما فيش اشكال حتى لو قال احد به لا ينسب الى بدعه انه قال به الامام السبك وقال به الامام الغزالي. ولكن الفرق دقيق وهو ايه؟ بين العالم والجهل. وفي القران مستعمل هذا، لكن مستجد مثلا قول فاحيا به، او مثلا حتى ايه؟
أخرج الناس به بواسطة الرسل، هداهم به إلى صراط المستقيم. وهكذا تجد استعمال حرف الجر كثير في القرآن، بس ده عشان يبين لك الربط ليه العادي، أسباب ومسببات، قوانين ونظم أرساها الله تعالى ووضعها. واضح كده؟ يبقى معنى كده. شوف تعالى كده، قال شوف تعالى من 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 آيات القرآن الكريم، تجد ايه مأخوذ برضو من 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 يعني قد يكون فهموا الآيات كده وإن لم يصرحوا بذلك. قال تعالى: قاتلوهم في يعذبهم، يعني استدلال إمام الحرمين أو استدلال الإمام الغزالي والإمام السبكي استدلوا به. لماذا قالوا إيه؟ التأثير بواسطة هذه الأشياء لكنه لله بواسطتها. قالوا إيه؟ قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعني ربنا هو اللي حيعذب ولكن على أيديكم أو بأيديكم. فالمؤثر كذا قالوا كذا السبكي والغزالي ومن وافقهم، قالوا المؤثر هنا من اللي حيعذب؟ الله تعالى بواسطة إيه؟ هذه الأسباب اللي هي أيدي العباد. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فأخذ إيه؟ من هذا دليل. ولكن قلنا ما فيش تأثير بهذه القوة ولا بواسطتها، إنما عند اقترانها أسلم. ليه؟ لأنه في كلمة بواسطة فيها به في شبهة، إنه في حاجة اشتركت معاه في الفعل، شبهة كده بسيطة بعيدة، ولكنه التأثير ليس إلا قطعة كل حد إلا للواحد جل وعلا. ولكنه جعل هذه الأشياء وجعل تلازما بينها وبين إيه؟ التأثير. ولكنه عادي، لأنه لو كان بواسطتها بالمعنى اللي قالوا الجماعة دولة مع أنهم كبار جدا، كده لو كان بواسطتها إذا معناها ما انفردش سبحانه وتعالى به بالتأثير، كأنه محتاج إلى آلات زي النجار مثلا لما يصنع، مش ممكن يقطع الخشب ويركب بدون الآلات، يعني معناها الآلات دي ايه أصبحت لازمة، لكن عنده تعالى ليست لازمة، ده هو جعلها، يعني هو يقول للشيء كن فيكون، عطاؤه كلام. فكيف يحتاج إلى آلات ولا إلى ماء عشان يروي؟ إنما هو جعلها ايه أسباب. ولو شاء أن يتخلف التأثير عندها يعني يعطلها لفعل. فلو كانت بها إذا ما فيش التخلف ده، برضو في خطورة في الكلام، بس احنا مش عاوزين نحترم الكبار عشان ما نقولش حد فينا، لكن احنا قلنا ايه مرجو المهم، يعني لا تعتقد بس لا تنسبهم الى البدع ولا الى اما هو المجتهد يخطئ ويصيب ويرى تنفى الاجتهادية، في مجال برضو فيه للاجتهاد والفهم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، ما قالش بأيديكم عشان حيرتهم، وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فهنا خلاصة الكلام، من يعتقد أن الأسباب العادية حادثة، شفت الأسباب دي حادثة ولا قديمة؟ لا شك أنها حادثة، نعم، ولا تؤثر بطبعها، لأنه قلنا الطبيعة لا تأثير لها، ليست فاعلة لكنها مفعولة مطبوعة، يعني هي نفسها مفعولة تمام كده، ولا بقوة أودعت فيها، ولكن يعتقد ملازمتها لما قارنها. يعني من يعتقد، شوف واحد يقسم الاعتقاد إلى هذه الأقسام، من يعتقد منا أو من أي فريق أن هذه الأسباب الحادثة لا تؤثر بطبعها ولا بقوة المدعى، ولكن هناك تلازم بينها وبين ما قارنها ولا يصح فيه التخلف، فهذا الاعتقاد يؤول بصاحبه إلى الكفر. ليه؟ لأنه يؤدي إلى إنكار كل ما كان من باب خرق العادة،
كالمعجزات وإحياء الموتى. ألا ترى أن الجاهلية لما وقفوا مع العادة وجعلوا هناك تلازم وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ يعني إذا جعل الله تعالى هذا الكلام اللي قاله أهل الجاهلية اللي هو الربط العادي ونقلوه إلى تلازم عقلي جعلوه لا يتكلم أدى بهم إلى إيه؟ إلى الكفر. وأما من يعتقد حدوثها وأنها لا تؤثر بطبعها ولا بقوة مودعة وأنه لا ملازمة عقلية بينها وبين مسبباتها بل الأمر والشأن بمحض اختيار مولانا عز وجل وإنه إذا خرق العادة لم تؤثر. افهم يعني في تلازم. قلنا في فرق بين التلازم العادي وبين التلازم العقلي. التلازم العقلي ده ما ينفكش لأنه لو انفك مش هيبطل التكليف. يعني لما أقول لك أنا الثلاثة دي فرد في تلازم بين الثلاثة والفردين بين الأربعة والزوجين، هل هذا ينفك بمعنى أنه ممكن تكون الثلاثة غير فرد والأربعة؟ إنما مش ممكن هذا ينفك أو ده من التلازم العقلي ده. لو انفك التلازم العقلي هتبطل إيه التكاليف كلها. كيف يخاطب الله تعالى الناس وكيف يقول لهم افلا تعقلون؟ مفيش حاجه خلاص، مفيش عقل، مفيش حاجه اسمها ايه؟ انقلاب الحقائق. انما التلازم العادي يعني جرت العاده او وضع الله تعالى النظام او الايه النواميس القوانين ارساها كده ووضعها كده، واذا شاء تعالى جعل النار تمس الشيء الذي المحرق المحترق ده ولا يكون هناك مانع كبلل او نحوه، ثم يخرق العادة فيعطل هذا التأثير. الذي يعتقد ذلك هو المؤمن الحق الناجي. وضرب الله تعالى الامثال وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. قلنا ايه؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ايه اللي حصل؟ في تلازم لكنه جرت به العاده ووضع الله تعالى نظامه ولكنه ايه عطله جدعاد والعقلي. هذا هو المؤمن ايه النجم. وخلاص وانتهينا من كلام الامام الغزالي وكلام الامام السبكي وعرفنا الفرق بين الاعتقادين. اعتقاد هؤلاء الائمة ان الله تعالى يحدث التأثير بواسطة هذه القوة، واما اعتقاد المعتزلة او القدرية ان التأثير لهذه الاشياء يعني للنار او للماء او للطعام بواسطة القوة، يعني معناها نفس التأثير عن الله. أما هؤلاء فبيه الفرق بينهم وبين الأشعري أو بين الأشاعرة عموما، إن الأشاعرة ما عندهمش الواسطة، عندهم إيه الاقتران، يعني اقتران هذه الأشياء اقتران لما ما فيش إيه بها. يبقى الفرق بينهم وبين هؤلاء يقولون إن الجمهور عندها وهؤلاء يقولون ايه جهة، ولكن الايه التأثير لمين؟ لله سبحانه وتعالى وحده. فالتأثير ليس الا للواحد القهار جل وعلا عندها لا بها، وان جرت العادة بانه انما يحصل التأثير عندها ثم أشار غفر الله تعالى له إلى برهان الصفات السلبية. يعني بعد ما ذكر آخر واحدة آخر صفة تكلمنا عنها وشرحناها وقعدنا فيها إيه أيام طويلة أياما معدودة
او معدودات اللي هي صفة الوحدانية. اشار الى برهان الصفات السلبية الخمسة كلها ليس الى يعني بعد ما ذكرها وقررها اشار الى البرهان. فقال لو لم يكن هات البيت نفسه اللي قال الشيخ الآخر لو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه حدوثه يعني ترجع الضمير على مين على الإله سبحانه وتعالى يعني لازم أن يكون حادثا وكون الإله حادثا هذا محال لأنه تعالى إيه قديم ولو كان حادثا لكان مماثلا لها ومعنى مماثلا لها يعني أي أنه وجد بعد عدم وهذا إيه ينفي عنه الألوهية وينفي عنه الربوبية وينفي عنه الخلق وينفي ويصبح شأنه شأن بقية الحوادث ونحتاج إلى نرجع من جديد عشان نثبت برهان الوحدانية من الأول ودوره تسلسل. ثم أشار إلى برهان الصفات السلبية ترك في حاجة تركها احنا قلنا كان حاجة قلنا الصفات بتنقسم أربع أقسام. أول حاجة الصفة النفسية نفسية وهي واحدة فقط وهي نسبة إلى النفس بمعنى الذات لأن النفس ترد بكم معنى خمسة معاني الذات والجسم والنفس والروح والعقل كل دي معاني النفس لكن إطلاقها على الله تعالى بمعنى بمعنى الذات تعلم ما فينا وفي القرآن الكريم أطلقت أو أسندت النفس على الله تعالى لكن ليس بالمعنى الذي يطلق على المخلوق لأن هذا محال على الله تعالى في كلام سيدنا المسيح عليه السلام في سورة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك برهان الصفات قلنا الصفات كم قسم أربعة نفسية حط تحتها واحدة اللي هي الوجود السلبية خمسة القدم والبقاء قيام النفس والمخالف الحواس والوحدانية وبعد كده ايه المعاني سبعة العلم والإرادة والقدرة الحياة والسمع والبصر والكلام والمعنوية سبعة اللي هي العالمية سبعة والقادرية يعني العلم ده ايه معاني طب والعالمية معنوية قادر صفة ايه معنى قادرية لازم قادرية المعنوية هنا اشار الى برهان الصفات السلبية يعني يقول تعالى يا سيدنا الشيخ فين برهان الصفة النفسية والمفروض يقول لك ثم اشار الى برهان الصفات النفسية والسلبية لكنه اراد ان يقرر لنا برهان ايه السلبية وترك النفسية التي هي الوجود لظهورها والله ما نحتاج إلى دليل ولا شيء أظهر من أن يقام عليها الدليل بل إنه لا يمكن أن نثبت برهان للصفات الأخرى إلا بعد ثبوت أو ظهور هذه الصفات ولذلك ترك الكلام فيها لظهورها وإيه ووضوحها وحاصل تقرير الدليل عليها ان يقال من الشكل الاول دخلنا دلوقتي كلين المنظر العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث احدثه وهو من محدث خلاص ما المحدث حيعمل ايه هيحدث واذا كان لا يحدث فليس محدث فينتج يعني ينتج عاملين النتيجة تكون بحذف الحدين الوسط المكرر فينتج ايه احتام العالم حادث وكل حادث دي الكبرى اللي فيها كل لابد له من محدث يبقى احذف المكرر احذف ايه احذف شيء سيب العالم احذف حادث واحذف وكل ايه حادث يبقى ينتج ايه العالم له محدث وكل حادث لا بد له من محدث نجيب مثال ثاني تقول كده
الطالب مجتهد. قضية من الشكل الأول بقى. نعم. قياس. وكل مجتهد ناجح. أنت كده عرفت النتيجة مقدما من غير ما تروح الكنترول ولا تسأل حد، عرفتها بالعقل كده. بقول لك الطالب مجتهد. وكل مجتهد ناجح. احذف المقرر الطالب ناجح. أجيب لك مثال ثاني. أقول لك كده القرآن كلام الله. عرفتي؟ أنا ما قلت لكش لا قديم ولا حاجة. القرآن كلام الله. أجيب ثاني مقدمة ثانية. وكل كلام الله قديم. احدث المكرر القرآن قديم. سهلة جدا. العالم متغير. وكل متغير حادث. إذا النتيجة العالم حادث. واضح؟ وهكذا. والله تعالى جعل العقل ميزان جعل برهان. وإلا لو كانت المقدمات تختلف أو تتغير إذا لا تقوم لا حجة لا لنبي ولا رسول، ويؤدي هذا إلى إفحام الرسل. لما يجي واحد منكر أو معاند يفحمه معاند، لكن ما يستطيع. ده لابد موصوفين بالفطانة والذكاء. كيف يعني يستطيع أحد أن يعني. يبقى عرفنا النتيجة العالم له إيه؟ محدث. أحدثه يعني إيه أحدثه؟ يعني أوجده بعد أن لم يكن موجودا. معنى الحدوث يعني الوجود بعد عدم، يعني سبق العدم. هذا معنى كلمة إيه؟ الحدوث عند المتكلمين. لكن إذا رأيتها عند الفلاسفة ليس معناها الوجود بعد عدم، ولكن معناها الافتقار والاحتياج الى المحدث. لان الفلاسفة يستدلون على وجود الله بدليل الممكن وليس بحدوث الايه العالم. عندهم العالم مفتقر الى خالق، يعني الى موجد. ولولا هذا الموجد لا يوجد العالم. تلازم بين العلم. لكن عندهم في تلازم بينفي الاختيار عن الله. ومعنى نفي الاختيار يعني نفي سبق العدم. يعني العالم والله تعالى متلازمة. إنما عند أهل السنة وعند أهل الملل، مش أهل الملل كله، حتى المجوس واليهود والنصارى ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة من الفلك، القول بحدوث العالم بمعنى أنه وجد بعد أن لم يكن. يعني كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره، أراد أن يخلق فخلق. يعني لم يكن العالم موجودا مع الله في الأزل، أراد أن يخلقه فخلق. والآيات القرآن تصرح بأن العالم له بداية، يعني قبل كده ما كانش موجود. كما بدأنا أول خلق نعيده. أولم يسيروا في الآية فينظروا كيف بدأ الخلق. صريحة أفعينا بالخلق الأول كما بدأكم. آيات كثيرة تصرح انه لي بداية. لو كان العالم ازليا يعني موجودا مع الله منذ الازل لما كان له بداية. كيف يقول تعالى كما بدأنا؟ اذا ما فيش بداية، فهو مستمر في الوجود في الازل مع الله تعالى. وفي الازل لم يكن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اول هذا الامر ما كان، قال كان الله ولم يكن شيء غيره. اذا ما فيش ايه وجود او تلازم، انما عندهم بوجود ليه التلازم. وضحت؟ فان قيل وما الدليل على حدوث العالم؟ ايه الدليل على انه العالم حادث؟ طب احنا ما كيف نعرف كده؟ اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده ما اشهدتهم، ما احنا بيقولوا ايه معنى الحدوث؟ افهمها. معنى الحدوث يعني الوجود، يعني شيء لم يكن موجود. تعالى كده نقول لك ايه ده، في حادثة حصلت، حادثة مروعة الساعة 7 صباحا. يعني معنى كده شفت كلمة حادث؟ يعني 7 إلا 5 ما كانش حدث في الحادث. اللي معناها كلمة حادث معناها لم تكن موجودة، يعني لم تكن ايه لا حدوث ثم حدثت. هذا هو معنى إذا العالم لم يكن موجود، إنما الذي له الاستمرار في الوجود أزلا وأبدا واحد فقط. ودي إيه؟ قضية يعني أجمع عليها العقلاء من جميع أهل الملل.
الا جماعه كده مش عارف يلا من الجو بتاعهم يعني عقول البرد ما تحملوش من الجوع يا مولانا من الجوع لا من جوع ولا من كثره او من الافراط في الغنى. نعم احيانا يكون العكس الضد. فالمهم اذا نظرت الى هذا الدليل واحد كده كيف تعرف او كيف تقول بحدوث العالم؟ ما انت ممكن الحادث اللي حصل في الساعة 7 دي انت كنت موجود الساعة 6 او كنت موجود قبلها وحدثت امامك فانت تعتبر شاهد ايه؟ عيان. انما هل انت رأيت خلق العالم؟ اذا كان انت ما شفتش خلق نفسك ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت ففي قراءة ثانية وما كنت أبو جعفر العشرة يعني الخطاب وما كنت وعلى القراءتين الكلام بعدها منصوب وما كنت متخذة وما كنت متخذة المضلين إيه عضوا. فكيف تجاوب على هذا السؤال ولا أنت ما تبدأ شيء ما كنتش أنت إيه حاضر فيه يعني أنت فرح ما شفتش الزفة بتاعتك ولا حضرت تتكلم على 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 إيه ها؟ فزي الإمام اللي سألوه إبليس ده متزوج وأنا هذا فرح لم أشهد عرسه ما شفتش ما حضرتش القصة دي خالص ده أنت ما حضرتش هذا الموضوع. فكيف تستدل وكيف تحكم بهذا مع أن الله تعالى صرح بأنك ما شهدت حتى خلق إيه؟ خلق إيه؟ نفسك. أو فرعون لعنه الله تعالى ادعى الالوهيه وقال انا ربكم الاعلى ولكنه مش مجنون هو لم يدعي انه خلق السماوات والارض. خذ هذه العافيه كده لكن ما تكلمش عن الخلق ليه؟ لانه في ناس اكبر منه في السن سبقوه هو كان عنده 40 او 50 لما ادعى في ناس عندها 80 او في ناس عندها كان يعيشوا 400 و300 فلو قال انا خلقت السماوات والارض او انا اظهرت الشمس من المشرق او جعلتها تغرب في المغرب هيكذبوه لانه هو ايه نفسه طرأ على السماء كانت موجوده قبله لو كان مش موجوده ثم وجدت هيصدقوه لكن هو اتولد فين في الارض اذا لا يستطيع ان يدعي هذه فسكت عما عليها وما حدش اثارها ليه كان كل الكلام واختارت من شويه فلوس ورحت ساكت وهكذا كل اللي يصير به القضيه دي فكان يستطيع ايه يسكته فما قال ايه حتى في القران تصريحه هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دوني هو ما تكلمش قال انا ربكم الاعلى وقال ما علمت لكم من ايه وبعدين ده قال حاجه ثانيه تدل على انه اغلى الاغبياء وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ اسباب السماوات دليل صريح على انه هو ملوش شان بموضوع السماوات ولا خلقها ولا يعرف عنها حاجه بدليل عاوز صرحة عشان يركب ويشوف هو معقول له هو اللي اوجدها او احدثها كان يطلب يروح يشوفها ويطلب من مين؟ من هامان وبيقول لعلي يعني معناها عارف نفسه مش هيوصل اطلع الى اله موسى واني لا اظن يعني ما تيقن بل احتمال كبير يكون ده كذاب اسباب السماوات فاطلع ايه الى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل في قراءه ثانيه وصد عن السبيل نجد سؤال هنا ثاني فان قيل فما الدليل على حدوث العالم يقال ملازمته للأعراب الحادثة يعني هناك تلازم بين الأعراب وبين الايه الأجرام وأقلها أقل حاجة في الحركة وسكون واجتماع وافتراق لا يخلو موجود حادث عنهما عنهم يعني أربعة يعني هل يوجد مخلوق لا متحرك ولا ساكن ولا مجتمع ولا مختلف لا يخلو موجود
اقل حاجه الاربعه دي. وخليهم اثنين الحركه والسكون. ولذلك يقول تعالى وله ما سكن في الليل والنهار. فهم وجدت ليه وله ما تحرك، ما هو بالتلازم ما دام يعني الاكتفاء بواحده عن الاخرى، كما قال تعالى تقيكم الحر يعني والبرد. ما فيش احتياج للذكر لانه ده فيه ايه؟ فيه اكتفاء وفيه تلازم. يبقى اذا العالم هذا يعني اجرام العالم كلها لا تخلو عن الاعراض. هي معنى لا تخلو عن الاعراض يعني هل يوجد جرم او جسم، سواء كان اي جسم اي جسم، هذا الجسم لا يخلو عن حاجتين، عن واحد من اثنين، اما متحرك اما ساكن، وكذلك اما مجتمع واما ايه مفترق. يعني معناها قضية الملازمة بين الجواهر وبين الاعراض قضية قطعية، ما فيش فيها كلام. يعني في تلازم، يعني لا يوجد جوهر او جسم بدون اعراض، ولا توجد الاعراض وحدها. يعني اما ان يوجد معا واما ان ينعدم معا. واضح كده؟ طب نيجي كده نشوف ايه نقول ما اشهدتهم، لكن احنا في اشياء شاهدناها وحنحكم هنا بالمشاهد قبل ان نحكم بالايه بالادله العقليه. فان قيل وما الدليل على حدوث العالم؟ يقال ملازمته للاعراض الحادثه. واكتفى الشيخ بذكر الحركه والسكون وغيرهما. وكل ما لازم الحادث حادث مثله، فينتج العالم حادث. ودليل حدوث الاعراض احنا ما نتكلمش الان في الاجرام يعني في الجوارح، انما نتكلم في الايه في الاعراض. ما هو الدليل على حدوث الاعراض؟ مشاهدة تغيرها من عدم الى وجود والعكس. فنحن نرى الانعدام في الأزمنة ونرى تغير مشاهد في كل لحظة، في كل لحظة. يعني عدم الشيء يعني معناه ايه ينعدم؟ يعني هو موجود ثم ايه ينعدم، ثم يظهر شيء ثم ينعدم، وهكذا. وهو الخلاق، يعني يعدم يعدم ويوجد ويوجد ويه وهكذا. فده هو تأثير القدرة. فننظر إذا أردنا إثبات الدليل على حدوث العالم يتم بإثبات المطالب السبعة والتي نظمها بعضهم. عارفين البير لأن المقام من دخل مكونة من فك العظم قديم اللحن. أول حاجة دايره، بس تقولها كده مقام، ما تمدش المينا عشان الوزن. زيد مقام، من ثقل، ما كمل، من فك، لا عظم قديم لا. زيد يشير الى انه لا بد من اثبات زاحد على الذهن كالاعراض من حركة وسكون واجتماع واستراق ونحو ذلك. طبعا وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل ايه القدم. لما قال ما قام بحسب الف ماء النافيه، يعني ما يعني ناقصه نافيه، ما قام هي معنى ما قام، يعني هذا يبين نفي قيام العرض بنفسه. يعني مثلا زيد اما متحرك واما ايه ساكت. هل توجد حركه بدون متحرك؟ او معنى عدم قيام الاعراض بنفسها، هل توجد حركه؟ ما دام توجدت الحركه يبقى معناها وجد المتحرك. اما ان يوجد معا زي ما قلنا او ينعدم معا. شو ممكن تكون فيها؟ بالله عليك ده تقرر. لما يقول الشيخ السنوسي في الشهر يقول في طبع البهائم انه لو واحد لطم واحد ما يضرب الحمار، في طبع البهائم لو ضرب الحمار او لطم بالخشبة تقرر انه لا بد فيه ايه، مش ممكن توجد اللقمة دي ويلتطم بها او الضربة
على ظهر الحمار او على عنقه بدون ايه الخشبة. يعني يعني مثلا انت لما تلطم واحد ممكن يشعر باللطمة دون لطم، في فعل من غير فاعل، ما فيش اثر من غير ايه مؤثر. فكذلك معناه قيام الحركة البياض والسواد والالوان والحركة جميع الاعراض لا بد ان تقوم بالايه بالاجرام، بمعنى انه لا توجد حركة بنفسه ولا يوجد بياض بنفسه. نعم. نقول لك نقول هذا كتاب ابيض اسود ازرق، الازرق والاحمر والابيض لا يوجد بنفسه ولكن يقوم به بمحل بشيء اخر بذات. جمعنا ما قام إشارة إلى نفي قيام العرب بنفسه. نحن نرى مشكلة الآن، مشكلة الآن مشكلة، قمت حركتكم ثم رجع، إيه اللي حصل؟ إن عدمت الحركة، الحركة مش موجودة، لكنكم رأيتموها ولا ما شفتوهاش، شفتون لما يتحرك، ثم نظرتم فرأيتم انعدام الحركة. الصوت ده ما فيش صوت بدون مصوت، الكلام ما فيش كلام بدون متكلم، ترون او تسمعون الصوت، راح فين الصوت؟ انعدم. لما انا اتكلم يخلق الله تعالى صوتا ايه جديدا، والنظر الاشعاعات بتاعته بس تخلق لحظه بلحظه. يعني افتكر لا تظن انه كلمه خلقك الله تعالى وخلاص، انت ده هو خلاق، يعني الخلق مستمر فيك لحظه بلحظه، وهو القائم على كل نفس، قيوم السماوات والارض، القائم، القائم بنفسه طبعا المقيم لغيره، فمستمر فيك الايجاد والاعدام. ممكن مثلا ينقص شيء منك يزيد شيء، وهكذا في جسمك في مالك في النفس في كل شيء. ولنبلونكم بشيء ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. أول حاجة ما قام يعني ما فيش حركة ولا أعراض بنفسها. في ثلاثة قلنا، طالما شاهدنا احنا انعدام الأعراض كده، ايه معنى انعدام؟ عليك شاهدناها موجودة، رأينا الحركة ثم رأينا انعدامها ثم وجدت ثم انعدمت، ده دليل ايه؟ ده دليل الحدوث. وأقامه سيدنا إبراهيم عليه السلام على عبدة السواحل، لما جن عليه الليل رأى كوكبا، كوكب وعدوه في بالك، الكوكب لم ينعدم، منعدمش الكوكب، إنما الكوكب تحرك اختفى، كان موجودا واختفى. وذلك قال إيه؟ فلما أفل يعني غاب توارى عن الأنظار. يبقى الغياب والحضور والظهور وفيه أعراض وهي لا تقوم بنفسها. وطالما الأعراض تنعدم وهي ملازمة للأجسام والأجرام والجوار، فالجواهر والأجسام تنعدم أيضا، ولكننا لا نشاهد انعدامها، ولكن نشاهد إيه؟ انعدام العرض مش انعدام الجوهر. والدليل على أن ننتقل هنا من المشاهدة إلى العقل، لأنه ما كل ما لازم الحادث فهو حادث. لأنه قلنا ما فيه في تلازم بينهما، إما أن يوجد معا وإما أن ينعدم معا. فطالما أثبتنا التلازم وأثبتنا انعدام واحد وفي تلازم، فلا بد من انعدام ليه؟ من انعدام الثاني. زيد مقام، ما انتقل بإسكان، لما تقرأها كده زيد مقام ما انتقل ما كمنا من فك لا عدنا قديم لا حنا. لازم تسكن اللام ليه؟ برضو عشان الوزن. يقولش ما انتقل كتر البيت، ما انتقل يشير الى اي معنى. واحد يقول لك انت كافر انه الحركة عندما اختفت من المتحرك لم تنعدم، ما ليه اللي حصل؟ من انتقلت الى جرم اخر، يعني الاعراض دي يقول لك لا تنعدم، ده انتم ترونها كده شايفينها بتنعدم، زي الشاشة كده لما تيجي تروح ايه تقفل التلفزيون اختفى ايه الضوء اللي كان فين، راح الشاشة بيضاع الالوان، اين ذهبت لما اغلقت؟ قالوا ايه
كمنت فيه درس دارس او انتقلت منه الى جهاز اخر. فكيف انتقلت؟ افرض الجهاز الثاني معك في نفس الغرفة لما هو مضي قبل ان تنتقل، هل اجتمع في شيء؟ لا. الجماعة عاوزين نبدأ الاول حاجة، اول حاجة ما قام لا تقوم الاعراض بنفسها ولا تنتقل يعني من جرم الى ايه الى اخر، لانه لو انتقلت الى جرم اخر حيث معناها في الجسم في بياضين او سوادين او في الجهاز في ششين، واحنا شايفينها قدامنا ايه واحدة مش عارفين مين شغالة المنتقلة ولا الموجودة الاصلية. الله معنى ايه هو في كمان مشكلة ثانية قبل لما انتقلت الحركة مني انا الا اليك انت، المفروض قبل ما تروح عندك هي تركتني انا ولسه ما راحش عندك، اذا معناها في الحالة دي عند الانتقال قائمة بنفسها وهذا لا يقول به عاقل. طب وعندما توصل عندك ما انت لسه قاعد امامها ما تحركتي، المفروض الحركة قامت بك فلا بد ان تكون ايه متحركة، وانا شايف القاعد انا الان كنت تحركت ثم رجعت فسكنت وكل الحركة انتقلت مني الى غيري، لما هو اللي قاعدين قدامي كلهم ساكنين ما فيش حد يتحرك حتى على الاقل واحد يتحرك عشان اعرف انها ايه قامت لي انها انتقلت. واذا كان هي يعني حتنتقل اليه سكون مش حركة، اذا انقلب الشيء الى ايه طب المفروض تقعد عندي انا ايه من باب اولى. ما انتقل ما كمنا هي معنى الانتقال، انتقال يعني من جرم الى جرم اخر. طب اما الكمون يعني معناها في نفس الجرم او في نفس الجسم اللي هو كان متحركا اصبح بعد انعدام الحركة او بعد اختفائها اصبحت الحركة كامنة فيه، يعني كامنة عليه من الظاهر موجودة فيه. هذا القول اللي هو الكمون ده يؤدي الى ايه؟ الى اجتماع النقيضين. يعني ما دامت الحركه فيه وانا ساكن اذا اجتمعوا فيها حاجتين متناقضتين كون متحرك وساكن، لانه قيام الحركه بالجسم يعني معناها الجسم متحرك وفي نفس الوقت هو غير متحرك، اذا اجتماع ايه؟ اجتماع النقيضين. اهو معنى ايه؟ ما سمنا يعني كله ده منفي. اول حاجه نفى الانتقال وبعدين نفى ايه اول حاجه نفى قيام الاعراض بنفسها ثم نفى انتقالها من جرم او من جسم الى اخر ثم نفى ان تكون كامنه في نفس الجسم لانه يؤدي الى اجتماع النقيضين وهو بديهي البطلان. فمن فك يبقى اول حاجه مقام يعني مقام بنفسه، من انتقل يعني الى ايه الى غيره، ما تمنى يعني في ذات الايه الجرم. طب من فك يعني معناها يريد ان يقول لك ان الاعراض ملازمة للاجرام فلا يتأخر العرض عن الجرم ولا الجرم عن العرض اذ يستحيل ذلك عقلا، فاما ان يوجد معا واما ان ينعدما معا. وطالما اثبتنا انعدام الاعراض بالمشاهده وبانها لا تكون حادثه ثم تحدث وهلم جرة، اذا معنى كده معناه ايه؟ معناه لا يمكن ان نقول ان هذا العدم قديم، لا عدم ايه؟ قديم، وكل ما جاز عليه ايه؟ العدم عليه قطعا يستحيل، او معنى لا عدم ايه؟ قديم. ولا نافيه وعدنا اسمها مبني على الفتح والخبر محذوف اي لا عدم او عدم ثابت في القدم، يعني كله ايه منفي. واضح ولا لسه؟ بعد كده ايه لا حما يعني معناها دي اللي يقولوا عليها نحس ده منحوته من ايه حوادث لا اول لها، يعني معناها عاوز يقول لك لا حوادث لا اول لها، لانك في قولك انها حوادث يعني لها اول، وفي قولك لا اول لها يعني معناها ليس لها اول، فالعباره ايه فيها ايه تناقض وفيها خطا، لانه معنى حوادث اي لها اول
فكيف نقول شيء له أول ولا أول له؟ فقالوا الجماعة هم قالوا بهذا القول اللي هو قول أهل التجهيم والبدعة، قالوا إيه لا أول لها، أرادوا يعني في الظاهر يزيل التناقض. احنا قلنا في تناقض، نعم، ومعنى حادث في اللغة حتى معناها لم يكن فكان، يعني وجد بعد عدم، معناه إيه له أول له بداية. فقالوا حوادث لا أول لها، هي حوادث يعني إيه لم تكن فلها أول. فيقولون فقالوا أرادوا أن يزيلوا التناقض أو يزيلوا التعارض، فقالوا لا، قالوا لا أول لها بحسب الجنس أو النوع، ولا أول بحسب الأفراد. لقينا ما فيش تناقض، يعني جنس الحوادث أزلي ملوش أول، يعني ما من حادث إلا وقبله حادث إلا وقبله بدون بداية. أما أفراد العالم المخلوقات السماوات حادثة، أنا حادث، أنت حادث، كل واحد فينا وجد بعد عدم، لكن الجنس ده ملوش أول، النوع. ولذلك عند الفلاسفة حاجة اسمها كده من نوعي، يعني عندهم العالم حادث بأفراده وقديم بنوعه. تعال نقول لهم تعال، ايه هو النوع وايه هو الافراد؟ انا وانت كده شكلها في حاجة اسمها جنس، في اجناس، فاجناس معروفة اربع، جماد نبات حيوانة، جنس، كل واحد جنس فيهم. وفي ايه الانسان بنوع ولا جنس؟ نوع. نوع دليل جنس بتاعه حيوان ناطق، شايف؟ لانه الانسان ده حيوان، اما حيوان في لغه المنطق مش حيوان، يعني بهيمة، بعضهم يقول لك انا ارفض ان نسمى الانسان حيوان، ان الله تعالى قال ولقد كرمنا بني ادم، قل له حضره الحيوان مش هو ده المعنى ده. ده حيوان يعني شيء حي فيه حياة، كما قال تعالى إن الدار الآخرة هي الحيوان، الدار الآخرة هي البهائم وهي الأنعام، يعني هي الحياة الحقيقية. خلاص أبو ناطق، يعني ما يقصدون بها يعني متكلم، وإنما يقصدون بها عاقل مفكر، يعني عنده القوة التي يفكر بها فينطق. أو معنى زي قوله تعالى وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، يعني نفهم كلامه. لما أنت لو فهمت منطق الطير عن أصوات الطير ممكن أنت تحكيها تقول زي تقول نفس الكلام وتردد لغة تقول دونه، هو اللي هيفهمك. أفر أنت قعدت تعمل زي الديك شوف هيفهمك الديك ولا أنت هتفهمه؟ أقعد كده كده مش فاهم القرآن. إذا منطق الطير أنا أفهم إيه ما يريد، ودي لا تكون الا لمين؟ للانبياء. وذلك سمي المنطق منطق ليس لتعلقه باللسان، لان اللسان ده عباره عن اله بس ترجم على المعاني اللي في النفس، ان الكلام الذي الفؤاد انما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهو يدل الكلام حقيقته معاني. حتى سيدنا جوارته تفضل يا مولانا صلي فين؟ ها؟ ما صلي بس واحد
وتحته مفيش نوع تحته، ده بيسمى النوع الحقيقي نوع الانواع. تحته افراد، يعني كلمه انسان تحت فرد سعيد عبد السلام محمود علي كل واحد فرد، مش تحت هنا انواع. بعض الناس يقول لك لا ما في انسان مصري وفي انسان هند، ما دي انواع ولا ما هو كله ايه انسان فرد، انما دي حاجات احنا اسماء سميتموها انتم ما انزل الله بها من ربنا. ما يجمع الناس يوم القيامه يقول في الهنود وحدهم والباكستان وحده والصعيد هيخرب الملك. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم ايه تحزنون، مش هيقسم الناس على فيش كلام. وحشرناهم فلم يغادر الانسان تحت ايه افراد، وذلك بيسموه ايه النوع ده النوع القريب، ما فيش تحته انواع ثانيه افراد. بعد كده فوق ايه اجناس، في جنس قريب اللي فوق الانسان على طول الحيوان، بمعنى انه يشترك في هذا الجنس مع الانسان ايه، يشترك معاه الفرس ويشترك معاه الاسد، ولكل نوع والجمل والحمار، ولكل واحد من هذه ما يميزه اي ما يفصله اللي هو الفرس. فيقال الفرس حيوان، الانسان حيوان، والجمل حيوان، والكلب حيوان، ولكن كيف نميز؟ والسمك برضو من ضمن الحيوانات البحريه. فيقال الانسان حيوان ناطق، كلمه ناطق اخرجته وميزته عن الفرس والجمل وجميع الغزال. لما نقول مثلا كده حيوان، ما هو ده حي، ده حي، ده في حياه وبها، حيوان طاهر اذا ده الفرس، حيوان سابح ده الايه السمك. يلقى هنا ميزنا كل واحد عن ايه عن غيره بالفرس، يبقى معناها لا وجود للجنس اللي هو الحيوان ده الا بوجود انواعه، ولا وجود للنوع الا بوجود افراده. كيف نقول حيوان ونحط تحته انواعه وما فيش حاجه؟ فهم قالوا النوع ده النوع ازلي، انما الافراد حادثه. نقول لهم هذا كلام من ايه باطل في العقل، لانه اذا وجد النوع على الاقل يوجد انسان. يعني مثلا لما يجي الخطاب الالهي يا ايها الانسان، مش لازم يكون فيه واحد مخاطب في حاجه اسمه ايه المفهوم والمصدر، لازم في من يصدق عليه مفهوم الانسان حتى يتوجه اليه الخطاب. لو انعدم الانسان ما فيش حد ابدا، لا يعني فيش انسان خالص لمن يتوجه الخطاب. هذا ما اقول لك للنوع، بس النوع والنوع اذا وجد فرد واحد يصح ان يقال له يا ايها الانسان، ولو وجد الناس جميعا يا ايها الانسان، ولو مات ولم يبقى الا واحد يا ايها الانسان. لكن لو انعدم خالص يبقى يسقط الخطاب نفسه. يبقى اذا لو انعدمت الافراد حينعدم مين؟ حينعدم النوع. يبقى ما فيش نوع الا بوجود الافراد، واذا وجد الافراد يوجد الايه؟ النوع. يبقى اذا الكلام اللي ارادوا يحلوا به الاشكال في مساله حوادث لا اول لها كلام غير صحيح، والحل باطل وغير مقبول. هل عندهم حل ثاني يحلوا به الموضوع؟ يبقى معنى ايه؟ لا حنا لا حوادث لا اول لها. ثم اشار رحمه الله تعالى وغفر له الى برهان الصفات الايه السلبيه اجمالا. ايه معنى اجمالا؟ يعني لم يذكر لكل واحدة برهانا مستقلا. يعني لو ذكر للقدم برهان، وللقيام بالنفس برهان، وهكذا، اسمه ده ايه؟ تفصيل. انما اتى بالبرهان على الاجمال، يعني دون ان يفصل لكل واحدة برهانا مستقلا فقط. لو لم يكن أي إنما وجب اتصافه بالصفات السلبية، لأنه لو لم يكن، يعني معناه هو يجب اتصافه تعالى بهذه الصفات اللي اسمها السلوب نسبة إلى السلب، والسلب في اللغة يعني معناه النفي. فلو لم يكن متصفا بها
ما معنى متصفا بها؟ يعني بنفي الضاد هذه الصفات عنه، لأنه ما معنى أنه تعالى واحد؟ يعني معناها نفي التعدد. ما معنى أنه قديم؟ شوف كده كل واحدة منهم تلب، يعني بتفرد معنى عن الله تعالى يستحيل أن يوصف به. بعض الناس يقول لك لا ليش، يعني هذا يستحيل ينتفي، يعني مش مستحيل. قديم يعني لا أول لا نفي، لا أول له، يعني لا بداية له، واحد لا شريك له، كل واحدة فيهم بس باقي لا نهاية له، معنى البقاء قائم بنفسه لا احتياج لغيره، مخالف للحوادث يعني لا يشبهه، كل واحدة لا يستنفي، وذلك سمت ايه تلب، اي نفي معنى عن الله تعالى لا يليق او لا او لا يجوز او نفي ايه الشيء يستحيل اثباته على الله سبحانه وتعالى لو لم يكن متصفا بها. نعم كيف نجيب على من قال بان كل صفه لله تعالى شيء هذا هذه يعني مثل ان يكون فيه سبب مثل الوجود فالقبول يعني هو يريد ان يقول ممكن ان نجعل الصفات كلها سلبيه. نعم فلماذا يعني معناها العلم ممكن نجعل صفه سلبيه بمعنى نفي او كلب الجهل، وممكن القدرة يعني نفي العدل كل ده سلب، ولكن لما انحصر السلب في الخمسة؟ احنا جاوبنا عنه السؤال ده، ولكن نجاوب ثاني، لانه السلوب منحصر به، اما الاخرى اضيف على السلب معنى، يعني تثبت معنى وتسلب معنى، فليس فيها سلب فقط انما دي فيها سلب خاصة، يعني الخمسة سلب فقط، اما الاخرى سلب وزيادة، فبدل من تمد سلب من هذا سلب وليس فيه معنى زائد، اما الاخرى زاد على السلب معنى فنسبت الى المعنى الزائد، واما هذه فليس فيها معنى زائد على السلب فنسبت الى السلب فقط. وحتى نميز لما نقلل ده كله سلبية، وما احنا كيف هنقول نقسم ده معان وده معنوي؟ صحيح فيها سلب، لكن بجانب السلب فيها ايه؟ اثبات معنى، يعني صفة العلم سلبت عن الله تعالى او نفت، ولكنها زادت بمعنى اللي هو ايه؟ لا زادت بمعنى ثبوت العلم. انما الوحدانية سلبت التعدد ولكنها ما زادت معنى اخر، ما فيش تعدد وخلاص، ايه اللي زاد اللي زادته؟ ما فيش معنى زائد عن السلب. اما في المعاني بجانب السلب هناك معنى زائد، ولذلك ما يصح ان يقال عنها سلبيه، لانها ليست سلبيه فقط، لكن اجتمع فيها مع السلب الاثبات، يعني اثبات معنى زائد على الذات. اما هذه اللي هي السلبيه لم يجتمع فيها مع السلب زياده معنى، فتنبه. واضح الاجابه؟ البيت اللي قلناه ما كمنه ما كمنه قال رد لقول بكمون العرض لا انه ينعدم، يعني القول بالجسم ساكن فقط ده يلزم عليك معنى قديم ازاي عن الساكن، يعني مثلا تقول لك الحركة بعد ان زالت اين، هل هي انتقلت؟ قلنا ما فيش انتقال، ما انتقلش الى جر اخر، هل هي قائمة بنفسها؟ لا تقوم بنفسها، يعني ما نقولش ان هو ساكن على طول، او ما نقولش ان هو متحرك على طول، انت بعد ما كنت متحرك اصبحت ساكن، اين الحركة؟ طبعا هي لا تقوم بنفسها ولم تنتقل وهي لا تنفك عنك، يبقى هي فين؟ يبقى هي كامنة فيك. لو قلنا بكمونها يبقى اذن حاجتين كاملين عندك، الحركة والسكون. ثم يلزم على كده ان انا ما اقولش ان انا ساكن ولا اقول ان انا متحرك، يبقى معناها كده انت لا ساكن ولا متحرك، او متحرك وساكن. نعم والاثنين تناقض. نعم لانه متحرك وساكن اجتماع النقضين محال. نعم ونفيهما ايضا محال.
لما احنا بنوصف الشيء بالحركه بنوصف السكون، لكن لا نصف شيئا بانه متحرك وساكن، ولا نصف شيئا بانه لا متحرك ولا ساكن. في قولهم كمنا يبقى جمعنا حشتين مع بعض او نفينا حشتين. وضحت كده؟ كذلك برضك الالوان برضك نفس اللي. ما انت دلوقتي لما نقول انت دلوقتي الابيض رحت ايه لابس بتاع اسود، فين الابيض كامل؟ يبقى معناه اجتمع فيك الضدين. ما ينفعش. انا مش قصدي على كده مولانا، يعني اتصاف الجسم بالبياض مثلا، الجسم يا اما ابيض يا اما اسود. ماشي. لو قلنا زال عنه البياض تمام واصبح قائم به السواد، طب البياض انتقل منه الى جسم اخر مش هينفع، انه هيؤدي الى اجتماع ضدين برضه لون ثاني معه، او حيقوم المثلين وده مستحيل، مثلا ابيض وابيض. طيب اذا كان كامنا فيه اذا اجتمع فيه الايه النقيضين، انت اذا زالت عنك الحركه وانت تقول انها لم تنتقل الى غيره، واضح؟ ولا تقوم بنفسها، اذا ليس امامك الا انها هي موجوده فيك، طيب كيف يوجد فيك الحركه والسكون معا لاجتماع الايه النقيضين؟ افرض انت قلت لا انا متحرك ولا انا ساكن، ده مستحيل ايضا، لانه اما متحرك اما ايه. فلا تكون متحركا وساكنا، ولا تكون لا متحركا ولا ساكنا، فلا بد من ثبوت واحده على سبيل التعاند ونفي الاخرى. هم بقولهم بانها كامنه يعني معناها اجتمع فيك الحركه واجتمع فيك الايه السكون. ثم احنا لو وصفنا الجسم بالسكون او بالحركه يلزم عن ذلك اجتماع العرض في زمنين، يعني العرض السكون بقي اكتر من زمن. احنا بنقوله ما فيش هنا، بنقوله بانعدام، يعني احنا بنقول ما وصفناهوش، ما قلناش موجوده، احنا قلنا انعدمت، فكيف اجتمعوا الاثنين؟ انعدمت الموجود الضد او النقيض الثاني. اذا وجد السكون نقول لك انعدمت الحركه، واذا وجدت الحركه انعدم السكون. ما قلنا بوجوده كده اجتمعوا، ده هو مش موجود ده منعدم، فكيف يكون المنعدم موجودا؟ مولانا هو يقصد يعني عدم بقاء العرض زمنين، هو يقصد ان احنا لما نوصف جسم متحرك كما احنا بنقول ان الحركه اصلا ليست ثابته لانها لا تبقى زمنين، فهو يقول يعني لما نوصف بانه متحرك مع قاعده العرض ذات زمنين يبقى احنا بنوصف الاثنين في نفس الوقت. الحركه الثانيه مش هي الاولى، ده خلقت حركه جديده دقه عدمت. خلقت حركه جديده يما ليه؟ يعني دائما متحرك على طول، خلق متحرك وساكن متحرك وساكن، بس مش بالاجتماع يعقب هذه هذه وهذه هذه. ثم يلزم على ذلك يعني على سبيل التعاقب، بمعنى اذا وجدت هذه تنعدم الاخرى، وجدت الاخرى تنعدم. طب خلاص ما نوصفوش بحاجه معينه بقى، ما نقولش ساكن ما نقولش متحرك، ما احنا ما بنقولش ساكن ومتحرك، بمعنى احنا بنتكلم عن الاجتماع، افهم ليه؟ يعني الممنوع الاجتماع، انت توصل بالتين، انت متحرك وانت ساكن، بس اذا كنت متحركا لست ساكن، واذا كنت ساكن لست متحرك، فانت صالح للامرين. انت الان حي، ينفع حي وميت؟ لا ما ينفعش. طيب واذا مت انتفت عنك الحياه، واذا يحييكم ثم يميت ثم يحييكم ثم اليه، فلا يمكن قيام الوصفين به الا على سبيل الايه انك صالح لهما، اللي هي القوه دي. يعني انت انت حي وانت ميت بس بالقوه، وحي بالفعل كده يجتمعوا. يبقى هنا زال التناقض، لانه شروط التناقض بيتي يكون مرمي هنا واحد سايبه ضربه لسه عليها 50 جنيه ده. يا كده السيد جميل بتاعك واضح يا مولانا؟ يعني ممكن تقولها بس بالقوه مش بالفعل، بالفعل لا، يعني لانه بتنعدم. انما هل انت ممكن تتحرك ولا ممكن؟ انا ما بنصفك بالحركه الدائمه بمعنى انك انت صالح لها، لا بنتكلم على الفعل. اما القوه ممكن ان يقال هذا رجل وطفل، كيف رجل وطفل؟ كيف يجتمع فيه الرجوله والطفوله؟ اقول لك يا اخي هو بالفعل طفل، لكن الرجوله ايه؟ فيصير فهو رجل بالقوه وطفل بالايه؟ الفعل. انت الان ساكت ومتحرك اي بالقوه، بمعنى انه تصلح لان تكون متحركا. زالت الشبهه كده؟ وليس انت مولانا وصفتني بالسكون، انت بس وصفتك بالسكون فعلا وبالحركه قوه، انما ما استطيع اصفك بانك بالفعل متحرك، دي مستحيله. بالفعل يا واحدة من اثنين، يا اما متحرك يا اما ساكن، اما بالقوة فيك الاثنين. يعني مثلا ممكن اقول انت ضاحك
الآن. بمعنى إيه؟ معنى أنه فيك قوة، فيك صلاحية الضحك، لكن إذا ضحكت فعلا فأنت ضاحك بالفعل. وهكذا تفكد الرجل طفل بالفعل ورجل بالقوة وهكذا. ولي أحد الأحداث الثمانية هو القوة والفعل، أحد الثمانية اللي يزول بهم التناقض والفعل يزول. شوف شرط التناقض اتحاد المحمول، اتحاد الموضوع، اتحاد المكان، اتحاد الزمان، اتحاد الإضافة، اتحاد الشرط، اتحاد القوة، اتحاد الفعل، اتحاد الكلية، اتحاد الجزئية. نعم تمام. يعني انت ممكن تقول كده العنب مسكر، وليس العنب مسكرا، ده تناقض. اقول لك لا، العنب مسكر بشرط ان ايه؟ يكون خمرا. في شرط هنا. نعم. اذا اتحد الشرطيه اذا في تناقض، انما ما احنا اذا كان في ده شرط ده هو ليس مسكرا، اي اذا لم يكن ايه؟ خمرا. نعم. اذا بشرط ان يكون خمرا. طب الكليه والجزئيه، المنطق سهل، المنطق ليس سهلا، تقول ده هذا تناقض. اقول لك لا، لانه هنا في اختلاف. المنطق سهل يعني بعض، ليس سهل يعني كله. نعم. ففي كليه وفي ايه؟ فيه مفيش تناقض، مفيش تناقض. نعم. والقوة والفعل مفيش تناقض الى اخره. نعم. فلو وصفتك بانك متحرك وساكن بالفعل فهذا تناقض. نعم. انما اذا وصفتك بانك متحرك بالفعل وتاك وهكذا اجهود القول. وصلنا فين؟ لو لم يكن متصفا بها لازم مشكله، لو لم يكن متصفا بها يعني بان كان غير قديم او مثل ما قلنا صفات التوجيه القدم والايه والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. لو لم يكن متصفا بها بأن كان غير قديم، أو طب ليه ما قلناش بأن كان غير أزلي؟ احنا قلنا القدم وما قلناش الأزلية، فاهمين؟ حد جاوب؟ أخص من الأزل من الأزل، لأن القدم يطلق على ما لا أول له وجودا، اما الازلي ما لا اول له وجودا او عدم. ثم المخطوب الازلي اولى يا مولانا. فين؟ المخطوب الازلي اولى. لا بس يبقى مع احتمال ان يكون عدما، وهو ما فيش احتمال العدمي، ده هو ثابت الوجود، وجوده واجب. نعم. فعشان كده استعملنا كلمه الايه؟ القدم. لانه واجب الوجود، انما لو قلنا يطلق على الاثنين يبقى معناها جبت الاحتمال الثاني وهو مستحيل. او باق يعني غير باق. وخد بالك وكل ايه ما ثبت قدمه استحال عدمه، ولذلك نفى الباقي اللامي ثالث الاشعري، فجعل البقاء ده صفه نفسيه، بمعنى انه اذا ثبت قدمه يبقى معناها يستحيل عدمه، اذا ثبت بقاؤه فلا حاجه لزياده صفه اخرى، ولذلك قال انه البقاء ده صفه معنى، لانه اثبت معنى زائد وليس له معنى الا انه استمرار الوجود الازلي. نعم. فكانه رجع البقاء صفه نفسيه، يعني هو نفس الوجود بس استمرار. كل ما افادتنا الصفه دي ان هذا الوجود قال ما احنا كلمه مستمر واخدينها من القدم نفسه، لانه ما ثبت قدمه استحال عدمه، فمش محتاجين زياده ايه. فاختلف فيها الباقي اللامي مع الاشعري في اثبات صفه البقاء، مش معناها في النفي ان الله تعالى باق، لا في زيادة الصفة، ما هو قال القدم خلاص يغنينا عن ال أو كان مماثلا للحوادث أو غير قائم بنفسه أو غير واحد فيما مر لزم حدوثه تعالى عن ذلك. أما القدم فظاهر، هي معنى فظاهر أنه لو لم يكن قديما لكان حادثا، لو كان حادثا لافتقر إلى محدث، ولو افتقر إلى محدث لافتقر محدثه إلى محدث أيضا، لانعقاد المماثلة بينهما. ولو افتقر المحدث إلى محدث لزم إما الذوق إن حصل العدد أي وقف وعاد إلى الأول، وإما التسلسل إن لم ينحصر، لأن كان محدثه ليس أثرا له بل قبل كل محدث محدث آخر وهكذا. وكل منهما محال، يعني هو الدور ايه؟
وما أدى إلى المحال فهو محال. إيه اللي أدى إلى المحال؟ هو الحدوث محال. وإذا استحال الحدوث ثبت القدم وهو المطلوب، لأنهما إيه؟ نقيضان. إذا استحال أحدهما وجب الآخر. إيه اللي استحال؟ الحدوث إذا وجب أن يكون قديما. ووجه استحالة الدور ظاهر، هنرجع ثاني للكلام في الدور والتسلسل، لأنه يلزم عليه اللي هو الدور تقدم كل واحد من المحدثين على الآخر وتأخره عنه. واضح منك؟ ولا مش واضح؟ يعني حتكون أنت متقدم على نفسك ومتأخر عنها، وهذا تناقض. وذلك جمع بين متنافيين، بل ويلزم عليه أيضا تقدم كل واحد منهما على نفسه وتأخري عنها بمرتبتين، ومثاله ما إذا أوجد زيد عمرا والعكس، فزيد باعتبار كونه فاعلا مقدم على نفسه باعتبار كونه مفعولا بمرتبتين، أي نسبتين، نسبة كونه فاعلا لعمر وفاعلية عمر له، وباعتبار كونه مفعولا لعمر وباعتبار كونه فاعلا له متأخر بمرتبتين، أي نسبتين مفعوليته لعمر ومفعولية عمر له، فالمرتبتان تجريان في كل من التقدم والتأخر، وذلك تهافت لا يعقل. ولذلك تم الشيخ الغزالي كتاب تهافت الايه الثلاثة. وأما استحالة التسلسل فلأنه يلزم عليه دخول ما لا نهاية له تحت الوجود، وذلك لا يعقل، لأن الوجود متناهي كده، الوجود إيه؟ الحادث متناهي. فإذا كان لا كل حادث قبله إيه؟ حادث، وهكذا، ولم تنقطع سلسلة الحوادث الأزل، يلزم على هذا إيه؟ عدم انعدام الحوادث في المستقبل وهي تنعدم، ودخول ما لا نهاية له في الوجود وهو ايه؟ هو مستحيل. لقد احصاهم وعدهم ايه؟ عدة. يعني الله تعالى علم الوجود من اوله الى اخره ومحصورين، فلو كملهمش اول كيف يحصرهم وكيف يعدهم؟ لانه العدد لما انت عاوز تعد شيء تعالى كده عاوز ابدا بايه؟ واحد. لما فيش حاجة أبدأ بيها، ده كل حاجة قبلها حاجة، كل حاجة قبلها كل حاجة، معناها لا يمكن حاجة. زي ضربوا له مثال لاستحالة التسلسل بيه في الماضي، لأن يقول لك واحد لا أعطيك درهما إلا إذا أعطيتك قبله درهما، فشرط هنا بمستحيل. كل ما يعطيك درهم هو شرط به أن يكون أعطاك قبله، وإذا اللي قبله يكون قبله واللي قبله يكون معناه مش هيعطيك الدرهم أبدا حتى يلجى الجمل في سم الخير، وشرطه بمستحيل. إنما لو قال لك في جانب المستقبل لا أعطيك درهما إلا إذا أعطيتك بعده، هذا إيه؟ هذا ممكن بس بشرط بقاء المعطي فرماس هديني، وأقول لك كل ما أعطيك درهم شرط هعطيك بعده خلاص، ما أنا هحاول أخذ بعده، وهكذا واللي بعده هيعطيني بعض واللي بعده، معناها يكون اللي هيعطي ده غني جدا ولا ينفذ اللي عنده، لانه هقول لك كل ما هتاخد واحد هتاخد بعض واحد، فيشترط في كل مره هيبقى بعدها مره بدون نهايه، وهذا لا يمكن الا للحي القيوم للمؤمن. وخزائنه لا تنفذ، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم في كل اخر اجتمعوا فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقف ذلك من ملكي شيئا. مش كلمة ما نقف يعني معناها ما فيش حاجة هتنقف أصلا، لأنه الملك ما لهوش إيه يعني نهاية محصورة فيها. كن فيكن، اللي معناها لما تيجي تقرأ مثلا في بعض الكتب يقول لك أحمده تعالى على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تستقصى. كيف النعم لا تحصى؟ هو اللي أنعم بها مش أحصاها ومش عارف عددها. أنت ممكن أنت تعجز عن بصفتك بشر، لكن لو اجتمع البشر كله أو اجتمع العالم فأجابوا آلات متقدمة للإحصاء والعد، عدوا
لكن قال لك ما يعدهاش من ناحيتين، من ناحيه كل ما يدخل في الكون محصور ومعدوم، انما اللي ما دخلش يعدوه كيف؟ لانه تكلم على فيه اللي دخل بالفعل واللي هو يمكن ان يدخل. وهل وقف عطاء ربنا عند الموجود بالفعل ولا ممكن يخلق زياده ويجيب ويخلق ما لا تعلمون؟ امدكم هكذا. فالامداد مستمر لبقائه وقدرته التي لا نهايه لها. فيبقى اذا النعم اللي دخلت الوجود ممكن عدها، انما النعم التي لم تدخل كيف نعدها؟ كل ما دخل في الوجود فهو ايه؟ معدود ومحصور. النعم بالفعل معدوده والنعم بالقوه غير معدوده. غير معدوده. اما البقاء فلانه لم يكن متصفا به، لم يكن قديما. ما خد بالك طالما ايه ثبت قدمه استحال عدمه، يعني معناها اذا انتفى عنه البقاء حينتفى عنه القدم، لان من ثبت قدمه استحال عدمه والا لكان جائز العدم، فيحتاج الى مرجح. وكل خد بالك شوف بقى بيقول هنا ايه العباره، اقرا كده العباره بيقول ايه؟ والا لكان جائز، لا هات من اول، لان من ثبت قدمه استحال عدمه والا لكان جائز العدم. لماذا لماذا لم يقل والا لكان عدما، وانما قال جائز العدم؟ ايه اللي تفهم او تراه من من فرق بين العبارتين؟ طرق العدم، جائز العدم ولا طرق العدم؟ لا، وقال لك جائز العدم، كلمة عدم يعني معناها ينعدم فعلا، أما جائز العدم يعني هو ليس بمعدوم ولكنه يقبل. فجاء بكلمة جائز العدم ليه؟ لأنه في أشياء لا تنعدم وهي باقية غير الله تعالى، زي نعيم الجنة، نعيم الآخرة، لكنه يجوز أن ينعدم ولا ما يجوز إيه. أنما هنا لا، لا يجوز عليه الانعدام حتى وإن كان إيه لا ينعدم. بس في فرق بين الذي لا ينعدم ويقبل أن ينعدم، وفي فرق بين من لا ينعدم ولا يقبل أن لا ينعدم. دي خاصة مين؟ خاصة بالمولى سبحانه وتعالى. غير جائز عليه العدم. أما غيره مما هو يبقى زي العرش وبقى ونفخ في الصور فصاعق من في إلا إيه؟ فمن شاء الله لو استثناهم ما يدخلوش في العدم، ما يدخلوش في الهلاك. الجمعنا كده، لكنهم يقبلوا الهلاك ولا ما يقبلوش؟ يقبلوا، لأنه لو جعلناهم لا يقبلون لكانوا مساوين لله تعالى في صفة البقاء، وصفة البقاء لا يشاركه فيها غيره. مع انه في اشياء تبقى ولا تنعدم ومستمره لكنها باقيه بغيرها، اما هو تعالى فباق بذاته. يعني هي اخذت صفه البقاء من مين؟ من حكم الله تعالى لها بالبقاء، اما هو تعالى فلا يستمده من غيره، يعني استمدت بقاءها من غيرها وهو تعالى من ذاته. ولذلك قال وإلا لكان جائز العدم فيحتاج إلى مرجح. ليه قال يحتاج إلى مرجح؟ لأن الجائز يستوي فيه الطرفان. لما قال جائز العدم يعني يجوز عليه العدم ينعدم ويجوز عليه ألا ينعدم، فعندنا الوقتين جائز تنعدم وجائز ما تنعدم. ايه اللي رجح كونه لا ينعدم على كونه ينعدم؟ ما الذي رجح عدم العدم على ايه؟ على العدم. وهو عدم العدم يعني البقاء وجوده، يعني وهو نفي النفي اثبات عدم العدم يبقى ايه؟ وجود. ايه اللي رجح هذه على هذا؟ يعني هو جائز العدم. ايه معنى جائز العدم؟ يعني يجوز عليه العدم لكنه غير معدوم. يجوز عليه العدم لكنه، معناها في مرجح، رجح كونه غير معدوم على كونه معدوم. وكل محتاج الى مرجح حادث. ليه؟ لانه في قاعده مهمه جدا، انه لا ترجيح بغير مرجح.
حط كفتين الميزان ملعونتا لا يمكن ترجح احداهما على الاخرى الا بمرجح، ولا يمكن ان يكون المرجح من داخل الميزان، لازم المرجح خارجي. ان اتضح حاجة في الكفة غير الميزان، انما من نفس الميزان وهو موجودة هنا وموجودة هنا، يبقى اذا احنا الكفتين تقعد ليل نهار تبص على الكفتين تبقى متساوية، ولا من جهة ميزان هذا اذا مرحوش هذا كان في معدة اذا في مرجح خافية في خيانة. انما من نفس كده اذا ده مش ميزان ده لا ده فكده ما فيه. اذا رجح واحدة على الاخرى ده معناها ايه؟ هذا الترجيح يدل على ان هناك مرجح. زي ما قلنا انظر كده الى السبورة، اول ما تجد كتابة يدل على ان هناك كاتب، هل يمكن تكتب في كتاب واحدة طب وجدنا مثلا قتيل يدل على ان هناك قاتل؟ حتى الجهل البدو الاعراب قال البعرة تدل على البعير والسير على اثر الاقدام على يعني معناها مش ممكن يأتي الترجيح بغير ايه؟ بغير مرجح. واما القيام بالنفس فلانه لو قام بغيره لكان عرضا. احنا شرحناها قيام بالنفس والناس دي صفة مهمة، ومعنى قائم بغيره اي انه تعالى ليس محتاج الى ايه؟ مخصص وايه تاني؟ ومحل. المحل بمعنى الذات. المحل بمعنى الذات مش المكان، لان المحل بمعنى المكان منتفي بالمخالفة. كويس انت مذاكر جدا ما حصلت. يبقى معناها لو ما كانش قائم بنفسه هيبقى هو ليس ذات، هيبقى صفه عرض. لان احنا قلنا الاعراض دي زيد ومقام فضل، المطالب السبعة دي مهمة جدا. لما هو العرض لا يقوم بنفسه، يعني يقوم بمحل يعني بذات، يقوم بذات السواد والبياض والعلم والجهل والقوة. يعني هي في قوة من غير قوي، في علم من غير عالم، في حركة، يعني معناها الاعراض لا تقوم بنفسه انما تقوم بايه؟ بالذات. اذا مين القائم بنفسه؟ الذات. انما العرض لا يقوم بنفسه. وذلك في افريقيا لما شرحوها لنا زمان شرحوها بايه؟ قال واحد دخل القاعة الدرس، قاعة الدرس، فوجد مثلا احد يقول ده الحفيد وجد هنا، ولم يكن احد في القاعة موجود خالص نهائيا، وخرج ورجع ثاني فوجد الحقيبة دي انتقلت الى هناك، فيدور في نفسه سؤال ايه هو؟ من الذي نقل ايه هذه من هنا الى؟ انما لو دخل وجدني انا هنا وبعد دقيقتين وجدني رحت هناك، لا يدور هذا السؤال في نفسه. ليه؟ لانه يعلم ان من خصائص هذا الجسم انه ينتقل بنفسه، انما هذه لا تنتقل بايه؟ بنفسها. يبقى معنى فهمنا الان انه ما فيش ايه قائم بنفسه، يعني معناها هو ايه؟ ليس عرض انما هو ذات. لانه لو كان غير قائم بنفسه لكان عرضا. ليه؟ لان الاعراض لا تقوم بنفسها، او لكان صفة. لما نقول صفة يبقى قائمة بموصوفها، مين اللي قائم بالثاني؟ الصفة تقوم بالموصوف ولا الموصوف يقوم بالصفة؟ الموصوف. اللي قائمة بالموصوف. يبقى لو كان تعالى غير قائم بنفسه يبقى هيكون ايه؟ يا اما صفة يا اما ايه؟ يا اما عرض. ما هو موصوف، هو الموصوف، الله الرحمن هو الموصوف. وقد تقدم بيان حدوث الاعراض، او كان صفة قديمة قائمة بموصوفها فيلزم الا يتصف في المعاني. طب ليه ما يتصفش في صفات المعاني؟ الصفة لا تقوم بالصفة، العرض ده المعنى لا هو المعنى. يعني معناها هيبقى العلم قادر، وهتبقى القدرة عالمة، ده ما يقولش دي ما يجنيش. هو العلم صفة، فكيف يكون العلم قادرا والقدرة عالمة؟ ده العلم قائم به والقدرة قائمة به، وآتت الجميع صفات المعاني. فحتساوى ايه؟ الصفات. فيلزم ألا يتصف بشيء من بصفات المعاني لما مر وهو باطل. وأما المخالفة للحوادث دي مهمة جدا، وهي المشكلة الأساسية بتقع في الزمن ده بسببها، لأن الناس لا يفهمون. بعض الناس إذا قال مثلا
اللي هي المشكله كلها في الصفات اللي بيسموها الصفات الخبريه، ويعرفون التاويل ويقولون مثلا اليد والاستواء والقدره والعين، ويجعلون هذه كل صفات خبريه، ثم يقولون ايه ان يده يثبت المعنى، معنى كلمه يد بحسب اللغه، ولكن ينفون المماثله، فيقولون لا يد لا كالايادي، او وجه لا كالاوجه، او كما يليق بذاته، ويظنون انهم بهذا القول ايه قد نفوا ايه عن الله تعالى المماثله، يعني اثبتوا انه مخالف للايه للحوادث. السؤال هنا ينحصر في ايه جزئية بسيطة، كيف تنتفي مماثلته تعالى للحوادث؟ نحن مش متمزج، وقلنا كيف نعرف انه هو ايه تعالى غير مماثل للحوادث؟ انظر كده الى ايه، الى ما يتصف به المحدث. حسر ان المحدث على ايه، على نوعين في الصفات، في صفات تدل على ذات كونه حادث، يعني صفات يدل عليها معنى انه ده ايه حادث، وفي صفات اخرى يعني مثلا الحادث متصف بالوجود الشيخ، متصف بالعلم زي الانسان، متصف بالقدره، فكيف هذه الصفات يتصف بها القديم، فكيف ننفيها عن الله تعالى عشان ننفي مماثلته للحوادث؟ حننسى كده معتزله، احنا كده حننسى عنه صفات المعاني عشان ما نقعش في الايه؟ في التشبيه. لما ننظر في القسم الاول، وده الكلام ده نبه عليه الشيخ سلام العزامي في كتابه ايه؟ فرقان القران بين صفات الخالق وصفات الاكوان. كلام جميل جدا. بيقول صفات المحدثات على نوعين. النوع الاول يدل على حدوثها، يعني اول صفه في المحدث انه حادث، بالله عليك دي منفيه عن الله قطعا كده، صفه المحدث انه مبتكر ودي منفيه عن الله، صفه المحدث انه غير باقي، ان له بدايه، انه ينعدم، انه ضعيف، انه محتاج، يعني صفات ذاتيه في المحدثات كلها، ودي طبعا ما فيش اشكال ينفوها المجسم ونقذينا، ما فيش مشكله بينه وبينه. طيب نيجي للصفات الثانيه اللي هي الصفات الكماليه، كيف نقول عن الله تعالى عالم ونقول عن المخلوق بعض المخلوق علماء، ونقول انزلت ربنا فطرت الانسان فجعلناه سميعا بصيرا، اذا كيف يعني معناها ماثل الله تعالى في كونه سميع وبصير او عليم؟ كذلك يقول الله تعالى عن نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ده هو شارك ربنا في صفاته او ماثله فيها، ده هو ده رؤوف وده رؤوف وده سميع وده رحيم، بل بلاش من الصفات الوجود نفسه. لكن قال لك يبقى الصفات التي فيها كمال بالنسبه للمحدثات ولكنها فيها على جهة النقص، أما في الله تعالى على جهة الكمال والتمام فانتفت المماثلة أيضا. فإذا قلنا عنك عالم، خد بالك في ست فروق بين علم الله تعالى وبين علم المخلوقات. أول حاجة إيه؟ علمه تعالى غير مخصورة ولا نهاية، لا علمه تعالى قديم تمام، وعلمك انت ايه علمك انت مكتسب، وعلمه هو ذاتي مكتسب، وعلمك انت باسباب وعلمه بلا اسباب، وعلمه حضوري وعلمك انت ايه مش حضوري ده تجدد يعني كل تمام، يعني معناها ما فيش مشاركه في بينك وبينه في صفة العلم إلا في اللفظ، في الاسم اسمها مشاكلة، لكن في الحقيقة علمك اسم علم لكنه مكتسب، وعلم ليس حضوري ومسبوق بجهل تمام، مسبوق به بجهل، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم. طيب بالله عليك أين هي المماثلة؟ يبقى إذا بالنسبة لمخالفته تعالى للحوادث
في كل ما من شأنها أن تتصف به سواء كان صفات ذاتية أو صفات كمالية. ولذلك لما قال تعالى في كتابه ليس كمثل شيء في نفس الآية وهو السميع البصير، فيجي بعض الناس يقول بأن أثبت المماثلة التي نفاها لأنه جعل لعباده أو لخلقه سمعا وبصرا. قل لهم سمعنا إحنا ليه أداة، وسمعه ليس له ليس لها أداة سمع، وإحنا لي أذن ولي صماخ ولي عصب ولي تجويف، ولازم يكون بمسافة تسمع، ولازم يكون لما تسمع واحد ما ينفعش تسمع اثنين مع بعض، واسكت انت عشان تسمع لك، انما العالم كله يتكلم مع بعض ويسمع بس بالله عليك تسمي سمع اذا سمع بالنسبة لله تعالى. اذا كانت لو واحد كلمك والثاني معاه ما تعرفش تسمع اثنين مع بعض ويسمع ملايين كده ويسمع دبيب النملة في الليلة والماء على الصخرة الصماء، سمع سمع ايه اللي يقول عليه سمع؟ اذا ما تيجي على ايه اسمه سمع عشان يصح به التكليف. طب والبصر بتاعك انت المحدود واللي عاوز نظارة عاوز عدسة عاوز مكبر عاوز تشوف مترين والباقي ما تشوفوش وتخبط في الاكل، اسمه بصر ايه؟ وبواسطة آلة ولو حطوا قدامك حاجة تقدر ما تشوفش، انما في حاجة تنحجب عنه تعالى لا تخفى عليه خافية. يبقى فين المماثلة؟ يبقى تتحقق المماثلة للحوادث مش فقط في الصفات الذاتية وأيضا في الصفات الايه الكمالية. يبقى ما فيه، ولذلك احنا تكلمنا نسيته وحدانية الصفات، لو كان لغير الله تعالى صفة كصفته يبقى ليس واحدا في صفاته. إذا احنا رجعنا أيضا إلى مشكلة ايه مشكلة أخرى في الصفات. وأما الوحدانية فلأنه لو كان له نظير ايش ما هو ده تناقض. لما انت تقول وجه فالوجوه كلها متماثلة، فإذا قلت لك الأوجه فأنت لغيت الكلام اللي قلت مش وجه. سؤال كده، هو وجه ولا مش وجه؟ وجه يبقى كالأوجه. طب ليس كالأوجه يبقى ليس بوجه. وجه يبقى كالأوجه ليس بوجه يبقى ليس كالأوجه. يبقى معناها كأنك تقول الشيء ثم تسر لأنك تعلم أنه لا يليق كده، إحساس الفطرة عندك يقول لك أنت كذاب. ففي الحال تروح تقول إيه؟ لا كالأوجه. يبقى ما في داعي وجه، لأنه لو كان وجها لكان كالأوجه، لأنه ما سمي، لأن الأجسام كلمة جسم، لو قلت إنه جسم ولكنه ليس كالأجسام، أقول لك تعالى الأجسام في معنى مشترك بين كل الأجسام وهو إيه؟ الجسمين. مش معنى مشترك بين الأجسام كلها هو الجسم، وهي معنى الجسمين التحيز. فإذا قلت لا كالأجسام فكأنك تقول ليس متحيزا، إذا فليس بجسم. ولذلك شو بقول لك كده، الشيء الجسم كده، الجسم كده هذا الشيء إما جسم وإما غير جسم. قياسة اللي هو بيقولوا قياس الاستثناء اللي ذكر في أداة الاستثناء في قياس اقتراني، أقول لك الشيء إما أن يكون جسما أو إيه، وكل جسم متحيز، فتقول لي لكنه متحيز إذا فهو جسم. إذا عندما أقول وجه يبقى معناها إيه؟ كالأوجه. اشترك مع الأوجه بأنه له صفة أو له معنى اسم وجه، وإلا لا هل يمكن أن أقول لا لك وتقبل كلامي وجه لا كالأيدي أو أيدي لا كالوجه؟ مش هتبقى تقول هم مش معنى قبلته، لأن كلمة يد جارح أو كلمة وجه جارح. فإذا قلت وجه إذا معناها أثبتت مماثلته للأوجه، لأن الوجوه والأجسام والأيدي كلها متماثلة في إيه؟ حتى على الأقل في كونها وجوه أو أيادي. فإذا قلت لا كالأوجه إذا نفيت أنه وجه بعد أن أثبتت، وهذا معناه التناقض. أما نعمل إيه؟ ما زلت المسألة دي فوق نطاق العقل، فالواجب عليك أنك تمرها كما جاء، فتقول يد الله وتقول عين الله كما أخبر الله
وتقول على العرش استوى, ولكنك لا تبحث في معناها, لأنك لو بحثت إلى معناه حتصل إلى هذا التناقض العقلي مش حتعرفها. فتعمل إيه؟ تؤمن بها وتفوض علم معناها, لأنك لو فهمت حتفهمها بالتناقض اللي قلناه فتمسك عنها. وده مذهب السلف رضي الله عنه يقول كده, أمروها كما جاءت وعلى المعنى الذي أراده, لأن المعنى اللي عندك أنت لا يمكن أن يكون الله أراده لأنه متناقض, والله حاشا لو كان من عند الله لوجد فيه اختلافا. كيف يقول الله يد؟ يقول لك لا ده مش يد, ده هي لما مش زي الأيدي ما سماها يد ليه؟ ثم لو هو ليس بوجه فلماذا؟ لو يفهم كده المماثلة للحوادث تنتفي بايه؟ بامرين. الامر الاول بما هو سمتها ودليل حدوثها وامارة استقرارها او عجزها الى موجبها لم يكن, وبما وصفت به من صفاته فهو على سبيل الايه؟ العالية, وليس على المعنى الحقيقي. ولذلك ابن ابو مدن في المجاهد قال كده, قال من لا وجود لذاته من ذاته فوجود, يعني معناها الوجود الذاتي لا يشاركه فيه احد, اما هذا الوجود عاريا او مجازي ليس على الحقيقه, لان على الحقيقه لا يشاركه فيه غيره. وقال كده, الله قدر وذر الوجود وما حوى ان كنت مرتادا بلوغ كماله, فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه علم محال. وبعدين قال إيه؟ فالعارفون فنوا هم, ولما تشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعال ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. على الحقيقة إيه معناه كده؟ ترجع إلى كلام ابن عطاء الله رضي الله عنه في قوله الأكوان ثابتة بإثباته مش بذاته, ومنقوة بأحدية ذاته, بمعنى أنه الحق تعالى يقول الحي القيوم, يعني هو القائم على كل شيء على كل نفس, وهو القائم حتى في حديث البخاري أنت قيوم له السماوات والأرض, بمعنى أنه تعالى لو نزع صفة القيومية من الكائنات لا نقول تموت لتلاشت, يعني إن عدمت في الحال. زي حديث مثال, أنت واقف أمام المرآة في قدام الصور, فإذا أنت نزعت تختفي الصورة في الحال, يبقى معناها إلا أظهر الوجود وأظهر الخلق هو سبحانه لم تظهر بنفسها, لأن لو كان لها ظهور بنفسها أو وجود حقيقي في المرآة لو أنت ابتعدت عن المرآة تظل الصورة إيه؟ باقية. فانعدام الصورة دليل عليه على أن الصورة مرتبطة بوجودك أنت, فوجود العالم مرتبط بوجود الله. لو قال اللي بيقول يعني يد لك الأيدي استنكر بقولنا للجبل الرأس لك الرؤوس, لا هذا لا يجوز. انت خليك مع مذهب السلف كده. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه, آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله, وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله, فهذه النصوص نؤمن بها على المعنى الذي أراده الله, لأنه إحنا كبشر فوصفنا الله تعالى بقول ولا يحيطون به علما, بل كده ولا يحيطون به ولا يحيطون بشيء من علمه, فكيف تفهمها بالنسبة لله؟ فهمها هو قراءتها وتلاوتها, مش تفسيرها. نرجع إلى المعاجم ولا إلى اللغة ولا إلى العقل, لا تفسيرها كده قراءتها وتلاوتها مع تفويض علم معناها إلى الله تعالى, لأننا
قرأنا الآن النصوص القطعية التي تنفي عن الله تعالى مماثلة ليس كمثل شيء، فكل ما أدى إلى إثبات المثلية فهو باطل ومنفي عن الله تعالى بكل الوجوه، ولا يوجد وجه للمشاركة إلا اللي يسموه المشاكلة. زي جزاء سيئة سيئة كده، هل الجزاء السيئة سيئة بس سميت سيئة تنفيرا ولكنها هي ليست سيئة؟ زي قوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا، لما انت ترد العدوان هل انت معتدي؟ فلماذا سماه الله اعتداء؟ مشاكلة. وكثير قال تعالى في حاجة اوضح من كده، نسوا الله فنسيهم. ما يمكن احد يقول ان له تعالى نسيانا ليس كالنسيان ناس كلها، يقدر يقول كده؟ ما يقدر. وإلا لحسم الناس. ولذلك قال بعض الواحد كان عامل كتاب جميل اسمه ردود على شبهات الجماعة، يقول في آخر كتاب هنا في الأسبوع جيب كلمتين ردود على شبهات السلفية، بس اختفى مثل كنت في المعرض من حال يمكن 15 سنة او 20، واحد اسمه مش عارف مين كده محمد ايه كده سوري موجود صورة بسوري الاصل عند الشيوخ بسوري. المهم جاي في المكان جميل جدا، شوف كده في المكان بلوش الكتاب كله ايه المقصود فيهم الاثنين، بيقول كده امام هؤلاء اللي هم السلفية احد امرهم ما فيش غير القسمة العقلية، بيقول كده ايه هم الامرين في قوله تعالى كل شيء هالك إلا إيه؟ إلا وجهه. إما أن يأخذوا بظاهر المعنى اللي في الآية كده، فهذا يؤدي إلى لحوق الفناء بالذات الإلهية. هم قسموها جعلوا الله تعالى جسما، يعني في وجهه في مثلا صدره في جسم على هيئة الجسم، والله تعالى يقول كل شيء هالك إلا وجهه، المعنى كده كل شيء يلحقه الفناء حتى الذات الإلهية ما عدا الوجه. وإذا قالوا بهذا فقد خرجوا من الإسلام نفسه. وإما أن يؤولوا ويقولوا الوجه المراد به الذات، وإذا قالوا بهذا فقد خرجوا من مذهبهم. يعني إذا قالوا هم يقولوا التأويل، يقول لك التأويل ده تعطيل، فيقول لك احنا ايه من اولش هناخد بالمعنى الظاهر. طيب ماذا تقولون في قوله تعالى كل شيء هالك؟ اذا اخذت بالمعنى الظاهر هتخرج من الملة، يبقى في الحال دي لابد من التأويل، وان قالوا بالتأويل فقد خرجوا من الايه من المذهب ورجعوا الى مين، وكل نص اوهم التشبيه اوله او هو. ولذلك سبحان الله تجد ابن كثير في تفسيره رغم متابعته الشديده لابن تيميه ولكن جاء في هذه الايه وترك الايه الاخذ بالظاهر وقال والمراد بالوجه الذات. احيانا اضطر من قال معلش انا مرتكب اخف الضررين نخرج من مذهب احسن مضطرين خلاص، مش احنا ساعات اشعارية مين مضطر ناخد كلام المعتزلة في موضوع الـ 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 المعدوم شيء ولا مش شيء، وعندنا الشيء وهو الموجود. نعم. فاحيانا لما نناقش الفلاسفة ونرد على الجهاز فنضطر نروح ايه لكلام المعتزلة عشان هم مش هيفهموا الكلام ده. نعم. بس ناخذوه في سبيل الحجة والحوار، برد به قول معلش برد اقوال الايه المجانين او المبتدع بعضهم ببعض. واحنا نطلع بره مش حضرنا الحاجة لما نروح الباب ده مش مشكلة، والله تعالى اعلم. كفاية كده؟ لا نكمل يا مولانا. كمل ايه تاني؟ الوحدانية بس يا مولانا. اقرأ شو وأما الوحدانية فلأنه لو كان ما هو نظير في ذاته أو صفاته للزم العجز لما مر، وكل عاجز حاجز. خذ بالك هنا قبل ما تروح على الوحدانية في عبارة جميلة، مش قلنا هنا وأما المخالفة الحاجز احنا أعطينا الكلام فيها، بيقول لك فلأنه لو ماثل شيئا منها لكان حادثا مثله. واضح؟ نعم. يعني اللي يأخذ
اللي يماثل شيء، يعني لو انت ماثلتني في شيء تاخذ نفس حكم للمثل حكم المثل. نعم. حتى في التجويد في حاجه اسمها المثلين. نعم. والمتقاربين. نعم. والمتجانسين. مش حكم المثلين واحد. نعم. ولا يختلف. نعم. الحكم واحد. نعم. ما يجري على المثل يجري على مثله. فلو كان تعالى مماثلا للحوادث يبقى معناها حيجري عليه حكم الحوادث في كونها حادثة فيكون حادثا مثلها. نعم. وفي كونها مستقرة فيكون مستقرا مثلها. نعم. وفي كونها منعزمة فيكون وهكذا. نعم. شوف هنا بيقول يا تحت بيقول لك فلأنه لو ماثل شيئا منها أي بأن كان خذ بالك جرما أو عرضا. نعم. يعني الحوادث اللي هي نراها ونشاهدها إما أجرام وإما أعراض. هل هناك حادث ليس بجرم ولا بعرض؟ يا اما عرض يا اما ايه. فمعناها عاوز اقول لك لو كان تعالى مماثل للحوادث والحوادث هي عباره عن اجرام واعراض فاما ان يكون جرما واما ان يكون ايه عرضا او متصفا بشيء من لوازمها. وبقولنا او كان متصفا له اندفع ما يقال ان اللازم من المماثلة إما قدمها وإما حدوثه. شوف الحتة دي مهمة. عاوز أقول لك يعني اللي يلزم من المماثلة أحد أمرين لا ثالث لهما. إذا ماثل الحوادث المثلية يا إما تكون منها له أو منه لها. نعم. فإما يكون هو حادث أو تكون هي قديمة. ولو كانت الحوادث قديمة إذا ماثلته تعالى أيضا. بالشرط يعني لو ماثل الحوادث يكون حادث. ما هنقول لو ماثلته الحوادث لكانت قديمة يبقى فيه مماثلة ولا ما فيش. فالمماثلة إما أنت تماثلني إما أنا إيه أماثلة. وقلنا فيها ثمن معاني مش معنى واحد. يعني في مثلا تجد في القرآن يباهون تجد كلمة المباهاة وتجد كلمة شبهة وتجد مثلا في اللغة كلمة المطابقة وتجد المماثلة وتجد المحاكاة وتجد المساواة وتجد المناسبة. كل ده فيه معنى المماثلة. ولكن هذه الألفاظ ليست مترادفة. كل واحد فيها له إيه له معنى ولكنها متحدة في معنى واحد. لا لا مش اعتبار يعني هي فيها مشتركة في معنى واحد ولكن كل واحدة فيهم لها زي اختلاف اللي يقول على اختلاف تنوع وليس اختلاف الفاظ يعني مش ضد بعضها ولكن فيها تنوع في المعنى. فمثلا انا ممكن انا وانت نتحد في شيء ولا يسمى اتحادنا في هذا الشيء مماثلة ولكن يسمى مناسبة. بمعنى ايه؟ انا وانت انت اخي وأنا وأنت متحدان في أب واحد فاللي يسمى بيننا من الاتحاد مناسبة. شوف كده اللي اسمه ده ايه مناسبة. طب مين اللي مناسب مع الله متحد معه في مفيش لا والد لا لم يلد ولا يولد إذا منفخ إلا المطابقة إنك لو طبقنا دي صفحات الكتاب هذه على هذه فتساوت من جميع الأطراف اسمها مطابقة وهذا نوع من المماثلة برضو منفي والمشاكلة والموازاة كل واحدة لها معنى ولكن كلهم متحدين فيه. فجاء الحق سبحانه وتعالى بلفظ عام يشمل الأنواع دي كلها. ولو انت قرأت تفسير بعض المفسرين زي الألوس وغيره يقول لك قل هو الله أحد نفي ثمن أنواع من الكفر في ايه احد نفي كذا والصمد نفي كذا ولم يلد نفي كذا ولم يولد نفي كذا ولم يكن له كفوا احد. كل واحد نفي نوع من الايه من الانواع ويمكن ياتي الكلام عنها ان شاء الله. يبقى مش معنى المماثله انه هو يكون حادث يبقى هي تكون مثلا ايه قديمه وحاصله انه اشاره الى قياس استثنائي ذكر شرطيته وحذف الاستثنائيه لوضوحها وتقريرها ان تقول لو لم يكن مخالفا للحوادث لكان مماثلا لها لكونه لكن كونه مماثلا لها محال اذ لو كان مماثلا لها لكان حادثا مثلها او لكانت قديمه مثلها لكن كونه حادث محال وما ادى الى المحال وهو المماثله محال واذا انتفى كونه مماثلا لها
ثبت انه مخالف لها وهو المطلوب مخالفته ايه للحوادث. هات بعد كده الوحدانية. واما الوحدانية فلانه لو كان له نظير في ذاته او صفاته للزم العجز لما مر، وكل عاجز حادث، وهو اي الحدوث عليه تعالى محال لا يقبل الثبوت عقلا. وهذا إشارة إلى الاستثنائية، فهو في قوة قولنا لكن الاستثنائية اللي فيها إيه لكن، عشان قلنا أداة الاستثناء في علم المنطق مش إلا لكن ما يستعملوا أداة الاستثناء لكن. لكن حدوثه محال فاستقم تكملة ولا تخلو عن فائدة، وإنما كان حدوثه محالا لأنه يفضي أي يؤدي إلى التسلسل إن استمر العدد إلى ما لا نهاية له وهو محال لما مر، وأي أو يفضي إلى الدور الدور إلى الدور، وأي أو يفضي أي دي اللي شرحها إلى الدور إن لم يستمر، لأن رجع إلى الأول فيكون الأول متأخرا والمتأخر أولا، والدور وهو المستحيل المنجلي أي يعني عاوز يقول لك الدور ده استحالته ايه واضحة، مش عاوز تفسير كبير واضح، انما التسلسل اللي هو عاوز ايه تشغيل العقل شوية تشغيله كده حاجة بسيطة. ما هو كل دور تسلسل في المعنى لكنه ده ايه ده انقطع، انما التسلسل ده يستمر، هذا الفرق بينهم، انما في المعنى واحد وليس العقل، لأنه هذا لا انقطع بس إذا حال في تقدم وتأخر، وهذا هو التناقض. أما التسلسل ما فيش انقطاع يستمر، ما من حادث إلا وقبله حادث إلا وقبله، وهكذا سلسلة حوادث لا نهاية لها. ولذلك الغريب أن الحوادث لما نقول عليها أزلية فقد اجتمع فيها وصفان متضادان وهو الأزلية والحدوث، ما دامت لا نهايه لا اول لها زي هي ايه الدليل، فهو هي حوادث لها اول. اذا كلمه حوادث حادث يعني ليس بازل، وازل يعني ليس بحادث، فاذا كانت الحوادث لا اول لها فتكون ازليه وفي نفس الوقت حادثه، فاجتمع فيها ايه النقيضان. وهو المستحيل المنجلي اي الظاهر لظهور دليله وقد مر، وإن كان مستحيل من التسلسل والدور محالا، وإذا كان كل من التسلسل والدور محالا فما أفضى إليهما وهو هو. يعني يجب أنكم تعيدوا ثاني دراسة الدور والتسلسل عشان إيه، إنه بينبني عليهم حاجات كثيرة جدا. هو الأساس في هو الأساس في إثبات الحدوث، لو ما فهمناهوش يبقى معناه مش هنفهم. في كتاب خاص تناول الموضوع ده هو مش عاوزين تتعمق زيادة عن اللازم، لأن في بعض الكتب ذكر فيها بعض الناس إبطال كما يدعون يعني برهان نقول عليه يعني أدلة عقلية بطلان ليه، فأثبت العكس أن الدور والتسلسل مش باطل، وإحنا قلنا في أنواع منهم مش باطل ده تلبيس، يعني قلنا التسلسل ده في الماضي قلنا هو الباطل، انما في المستقبل ممكن. وبعدين لما نتكلم على الدور في الدور المعي غير الدور السبقي في انواع، احنا بنعاود دراسه في المنطق ده، ففي انواع ليست مستحيله، فاشتبه على بعض الناس فقال بعدم استحاله الدور والتسلسل لانه وجد انواع، واحنا فسرنا الان بالمثالين بتاع الدرهم لا اعطيك درهما الا واعطيك قبله، هذا مستحيل، انما لا اعطيك درهما الا واعطيك بعده، هذا ليس المستحيل. مناسب العقد التسلسل الضوء يعني كيف العقد اللي بنى التسلسل الضوء فين العقد اللي بنى ما هو ما بني على باطل فهو باطل، يعني عندش ادله اخرى مثلا لا الأبطل الدور الأبطل الأدلة البراهين العقلية دي كما يزعم باشتباه أو اللبس الذي حصل أيضا أبطل ما ترتب عليها، يعني احنا مش قلنا بنينا دليل الحدوث على ايه بطلان الدور والتسلسل، فهو لما ما أبطلش الدور والتسلسل يبقى ايه أثبت ما بنيناه نحن على هو حدوث العالم، فقال بك المشكلة حل راح قلبك وعشان يسر من
اشتراك موجود مع الله تعالى في القدم. فقال ايه قسم ونعيم القدم النوعي ودخلنا في المعنى والكلام الفرنسي. واذا كان كل من التسلسل والدور محالا فما افضى اليهما وهو الحدوث يكون محالا. واذا كان الحدوث عليه تعالى محالا ثبت اتصافه تعالى بالصفات السلبيه على ما تقدم بيانه. وقد تقدم برهان كل صفه على حدتها تفصيلا. يعني هو ذكر هنا اجمالا لفائده او لغرض وانما التفصيل ذكره فيما قبل. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ثم خلينا في المره الجايه ثم فرضا علم على هذه عشان حيذكر كلام جديد. ولكن نرجع هنا الى ايه الى ما قلناه الان. فلانه لو كان له نظير في ذاته ليقضيه ما تقدم ان يقال لو لم يكن واحدا في ذاته او صفاته او افعاله بان كانت ذاته العليه مركبه من اجزاء او كان لها نظير. فمن الوحدانية في الذات ايه لها ايه معنيان. معناها ما فيش تركب في الذات. يعني هو احد فلا تركيب. واحدي فلا توجد ذات اخرى. يعني ما فيش تعدد. يعني الواحد بينفي التعدد والاحدية بتنفي التركيب. يبقى الكم المنفصل منفي والكم المتصل منفي. ايه معنى نفي الكم المتصل؟ يعني ما فيش في الذات ابعاد ولا اجزاء زي ما احنا مقسمين من اجزاء. انت فيك مفاصل واعضاء مجزأ مقسم ولا تقوم الا بارتباط او بانضمام الاجزاء بعضها الى بعض. هذا منفي عنه تعالى لانه قال احد. احد ده بتنفي التركب والتبعيض والى اخره. قلنا اصول الشرك او انواع الشرك كام؟ ستة. منهم شرك التبعيض وده قال به النصارى منفي. مين؟ ما هو انت في ايه شيء مشترك. يعني مثلا لما اتكلمنا عن القيام بالنفس وقلنا فسرنا انه ليس محتاج الى محل يعني الى ذات. لانه لو فسرناها بالمكان هترجع الى الايه؟ المخالفه للحوادث. فيستلزم بعض الصفات بعضا. يعني هذا يستلزمه المخالفه للحوادث. والوحدانيه تستلزم اشياء في الايه؟ في القيام بالنفس. والقيام بالنفس يستلزم في الشيء في البقاء. تلقى فيه استلزام في الصفات بعضها بعضا. فلماذا لم نكتفي بواحده؟ ان احنا سلكنا ايه؟ مسلك الشرع او مسلك السلف. فنفصل حيث فصلوا ونجمل حيث اجملوا. لكن في استلزام زي ما قلت. كده انت فاهم مظبوط. يعني ممكن واحده صفه القلم تغني عن التفصيل ده كله لانه القلم لا يتعدد والقلم مستمر ومش محتاجين للبقاء ومش محتاجين للوحدانيه ومش محتاجين للقيام بالنفس. لما فصلنا ليه من ده المقام ده مقام فيه عباده وفيه اتباع للشرع. فالشرع جاء في تنزيه جابوا اجمال كده وفي تنزيه جابوا بالتفصيل. زي مثلا قلنا واحد تفصيل قال لم يلد ولم يولد. ولو قال لم يولد محتاجه لم اذا تكمل ولا شيء في واحد يقطع الثاني. لكن التفصيل ده ليه؟ يبقى احنا نفصل تعبدا يعني اتباعا نفصل اذا فصل ونجمل اذا اجمل. إذا في أشياء ما نفصلش فيها ناخذها كده إجمالا إنه لم يأتي فيها التفصيل. إنما دي قامت عليها البراهين العقلية والأدلة الشرعية تفصيلا. ولذلك قالوا يجب على المكلف أن يعرف لله تعالى تفصيلا وإجمالا. فأنت مبارك بالتفصيل ومبارك بالإجمال. أو كان لها نظير أو اصطفت ذات بمثل صفاته أو كان موجد سواها لزم العجز وألا يوجد شيء من الحوادث. ودليله أنه لو كان مركبا لافتقر إلى من يركبه لأن التركيب من لوازم الأجسام. شوف كده شوف بقول لنا إيه التركيب من لوازم الأجسام. يعني إيه معناها؟ لا يوجد جسم إلا مركبا والمركب لا يكون الا ايه؟ جسما. فكيف تقول جسم ولك الاجسام؟ يعني هل مركب ولا تركيب فيه؟
اللي هنا تناقض، وكل جسم حادث. إذا قلت هو جسم فأنت قلت حادث، ولا يغني عنك بعد ذلك أن تقول جسم يليق بذاته أو جسم لا كالأجسام أو وجه لا كالوجوه أو بلا كيف أو بلا كذا، كل ده لا يسمن ولا يغني، لأنك أنت سقطت في البئر. تقول أنا مش هغرق، مش هيغني عنك، سقطت وخلاص ومحدش هينزل عنها. مهما قلت خلاص هالك لا محل، مش هيغني عنك الكلام ده. يعني يجي يقول لك عشان يفهمها كده بكلمه كما يليق بذاته. لما انت كده فهمت يا بني اسرائيل كلمه كما يليق بذاته، وانت كيف عرفت ان هذا يليق او ان هذا لا يليق بعقلك القاصر؟ كانك حكمت ايه هو اللي يليق وايه هو الملك بعقلك الايه المحدود. والحدوث عليه تعالى محال لما تقرر من عموم قدرته، ففي الحقيقة هو داخل برهان المخالفة للحوادث زي ما انت قلت نفس الكلام. وتقرير الدليل ان يقال لو لم يكن واحدا لكان ايه متعددا، ولو كان متعددا لزم العجز. هنرجع الى برهان الايه التمامة، فاكر انه يؤدي الى عجز الايه الاخر. طب والثاني اذا عجز واحد ايضا الثاني اللي هو لم تنفذ نفذت برضه عاجز للمماثلة المنعقدة بينهما. وقوله وكل عاجز حادث دليل الملازمة، وهذا البرهان يسمى برهان التوارد. شرحنا البرهان على طريقين، طريقة التوارد وطريقة الايه سمي التوارد، لانه التوارد قدرتين او مؤثرين على اثر واحد، وسمي التمام لانه فيه مغالبه بان احدهما يمنع الاخر. وتقريره ان قال لو تعدد الاله لزم عند اتفاقهما على شيء معين، عند الاتفاق، لانه ما يجيش دليل التمام الا عند الاختلاف. ولذلك العلماء سموه برهان التوارد، ومرة يسموه برهان التمام، هو واحد المحفوظ من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله. طب ليه سموه التوارد؟ قالوا لأنه عند اتفاقهما على شيء معين، يعني الإلهين حتتوارد قدرتيهما على ذلك الشيء لعموم تعلقهما، يعني قدرتين بكل ممكن وتواردهما عليه، وهذا يؤدي الى ايه الى اجتماع مؤثرين على اثر واحد وهو باطل عقلا. يعني مثلا تعالى مش ممكن يوجد ايه فاعلين لفعل واحد الا على سبيل مثلا ايه التجزئة. ان جنت عملت يعني احنا الاثنين بنينا مسجد، بس انت بنيت جزء وانا بنيت جزء، لان تكون انت بنيت زي الكتابة. تعالى انت كأنه انت قلم واحد ونكتب على السبورة، انت تيجي تجر الباب ونروح اجرها، مش ممكن حتكتب. تقول انا رخيت يدي في التهندس، انا رخيت قلت لك وقلت لك انت انا بس كل ما في الامر خليت زي الاقرع لما مرض الموت على راسه، فعملنا في الشعر اصلا ما فيش يعني حتى انت سالت كده يعني كده تبرك، لكن انا لكن ده القوه اللي انت تلقى ما ينفعش. اجتماع مؤثرين على اثر ايه واحد، اذ الاثر الواحد لا يكون ايه اثرين، اذ الوحده تنافي الكثره، واما الا يوجد بهما معا بان وجد باحدهما فيلزم عجز الاخرى لان او عجز الاخر لانعقاد المماثله، فلا يمكن ايجاده بواحده منهما. واذا كان هذا عند الاتفاق فعند الاختلاف من باب ايه اولى فتعدده. واذا شوف كده الايه كده بتكلم عند الاختلاف بدليل جميل جدا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. تصلح للبرهانين. طب هم الآلة اللي هيبتغوا إلى ذي العرش سبيلا ليه؟ قالوا أصلح حاجة من اثنين، يا إما يستضعفوه يا إما يخاف منه. شنو؟ ما حاجة
فإذا استضعفوه يتقربوا ليه، يبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي الاستقرار عشان إنه قوي وهو القوي مسيطر عليه، فيتقربوا إليه عشان عين ده في مكان ده يعني تمام. طب وإذا كان ضعيف عشان يغلبوا عليه ويغلبوا من العرش، يبقى في الحالتين مش هيسيبوه. إذا كان ضعيف وإذا كان قوي، إذا كان ضعيف عشان يزحوه عن العرش، طب وإذا كان قوي عشان يتملقوا لي، يقول احنا بنحبك واحنا بننفذ أوامرك والكلام ده. إذا يعني لو كان معه آلهة إذا لابتغوا إلى ذي العرش. ويوضح المعنى للآية الثانية، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله كده. إذا لما يحصل النزاع حيقسم التركة، لا ذهب كل إله بما أنا عندنا نكس مش كل أحد أنا حافظ خلقه أنت خلق خلقك وأديهم في 60 دقيقة في العالم. إذا لا ذهب كل إله بما خلق، وإيه حتى بعد ما كل واحد يأخذ نصيبه مش حيسيبوا بعض، ولا على بعضهم على بعض، يعني في مغالبة. ده معناها ده برهان ليه السمانة، وسموه أيضا برهان التطارد أو التغالب لكده، والثاني اسمه ليه التوارد، هو واحد. واعلم أن الذي يجب الاعتماد عليه ويتعين المصير إليه أنه لا تأثير لقدرتنا في شيء من أفعالنا، خلاص الموضوع كحركاتنا وسكناتنا وقيامنا وقعودنا ومشينا ولا، بل جميع ذلك عرض مخلوق لمولانا جل جلاله وعز سلطانه بلا واسطة. ليه بلا واسطة؟ عشان الكلام اللي قالوه مشايخنا. وقدرتنا أيضا مثل ذلك عرض مخلوق له تعالى يقارن تلك الأفعال، بس عرض مخلوق القدرة الحادثة عرض يعني هو الفعل المخلوق، والقدرة الحادثة مخلوقة أيضا ولا تأثير لها، وإنما تعالى يجعل الفعل مقترنا بها ليه ليصح تكليف العباد، ولهم قدرة ولكن لا تأثير لها. لكن إذا لم تكن القدرة الحادثة، واحد يسأل سؤال كيف تكون القدرة الحادثة لا تأثير لها، قدرة ولا تأثير لها فهي كلا قدرة، يعني ما فيش قدرة. أقول له لو سلبت هذه القدرة لكان الإنسان عاجزا، ولو كان عاجزا لم يصح تكليف العاجز، لأن شرط التكليف للطباعة، والطباعة هي كيف تظهر بوجود هذه القدرة. فالمسكين إذا وجدت القدرة يظن أنه هو الذي فعل الشيء، ولكن الله هو الذي فعله عند اقتران هذه، جعل الفعل مقارنا لها عشان يصح ليه التكليف. فإذا كان لا تأثير لها والتكليف موجود، والإنسان ليس معذورا بل هو مسؤول عن أعماله، مع أن الهداية والإضلال والتوفيق والفضلان كل ذلك من عند الله، والله تعالى أجاب في آية واحدة ولو شاء الله لجعلكم أمة ولكن يضل من يشاء ويهدي، ما دامت الإضلال عنده لذا عنده فأنا مش قلت لا، ولا تسألن عما كنتم تعملون، فلا تسألن. طيب كيف ما تسألش كيف ولا مسؤول، لا يسأل عما يفعل، وانت على أي حال مسؤول، وإذا أراد نجاتك حين الجيش إذا أراد هلاكك لك أنت مسؤول ولا مش مسؤول، وتشعر من نفسك بأنك عندك اختيار ولا ما عندكش. طيب اخترت ليه وما اخترتش ليه، المهم أنت اخترت ولا ما اخترتش. احنا مش هيسألك ربنا اخترت ليه، هيسألك اخترت أو لم تختر، اخترت ليه مش هيسألها لك، لأن لو سألها لك هتبقى الحجة ليه، والحجة لمين؟ قل فلله الحجة البالغة. وكما قال إيه العبارة، الإنسان مختار في أفعاله وليس بمختار في اختياره، لأنه مالكش أنت، لو كان مختارا في اختياره لاحتاج هذا الاختيار إلى اختيار قبله حتى يكون مختارا فيه، في اختيار قبله، والاختيار قبله في اختيار حتى تلتزم، فهو مختار غضبت عنه، غضبت عنه في اختيار. هو لم يختر أن يكون مختارا، خد بالك ليش؟ وأنت اللي خلقت نفسك، ده ربنا خيرك
اخذ بطاقتك. ويكون ليك اختيار ولا ما يكونش ليك اختيار في الحاله دي احتمال ايه؟ خليك زي السماوات والارض كابينا ان خلاص خليك غير مختارين مطيعه كده بعدم الاختيار. لكن وحمل الانسان انه كان ايه؟ ظلوما ثم خيرك وخلق فيك هذا الاختيار دون ان تختار. فهذا معنى ايه؟ وليس بمختار في اختياره، لانه لو كان مختار لمعنى سبق هذا الاختيار اختيار. وده خطا فهمت. ويتعلق بها من غير تاثير الله في شيء من ذلك اصلا، وانما اجر الله العاده ان يخلق عند تلك القدره لا بها ما شاء من الافعال، وجعل سبحانه وتعالى بمحض اختياره وجود تلك القدره فينا مقترنا لتلك الافعال شرطا في التكليف. واياك ان تصغي لما وراء ذلك من الاقوال. وخلاصه الكلام كما ذكرناه في المره القادمه كده العباره المنصه كده ان العباده يفعلون بإرادته واختياره. كل فعل يصدر منك من الافعال الاختياريه بإرادته واختيارهم ما اراد الله ان يختاروا، ولو شاء لجعلهم يفعلون ما اراده دون اختيار منهم. يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا نفعل ما يريده اما بغير اختيارنا واما باختيار، وهو على كل شيء قدير. في مشكله يعني هو يجعلك تريد ما يريده خلاص باختيار منك، ولو شاء لنفذت فيك الاراده دون اختيار. والدليل على ذلك قوله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله. فعندنا هنا زاويتين او عندنا جهتين. الجهه الاولى في انه بالنظر الى ان العباد يفعلون بارادتهم واختيارهم فهم مختارون، وبالنظر الى انهم لا يختارون الا ما اراد الله ان يختاروا فهم مجبورون. وما تشاء لمن شاء منكم ان يستقيم، يعني انت عاوز تشاء الاستقامه انك تكون مستقيم. ماذا قال الله تعالى؟ انت شئت، يعني فيك مشيئه وفيك اختيار ان تكون مستقيما، ولكن الله قال لك لن تستقيم بمشيئتك الا اذا انا اردت بك هذا. ولو كان يشاء الانسان ما لا يريده الله تعالى لكان ايه؟ يقع في ملكه تعالى غير ما اعد. لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ما تشاءون ايه؟ المحذوف المفعول اللي هو الاستقامه. ما تشاءون اي الاستقامه الا ان يشاء الله. واضح كده ولا ما واضحش؟ يبقى واحد يقول طب نعم. وهنا هنا فرق العلماء بين الامر وبين الاراده وبين الرضا. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يامر بما لا يريد ويامر بما يريد، الاثنين موجودين. ولذلك الشيخ الدرويش جايبهم كده، اراد بشيء وامر به، واراد ولم يامر. اذا اراد وامر ده قسم، واراد ولم يامر قسم اخر. طب وامر واراد كم دول؟ ثلاثة. ولم يأمر ولم يرد؟ أربعة. زي إيه؟ ما الذي أراده تعالى وأمر به؟ إيمان المؤمنين. أمرنا بالإيمان وأراده منا. إذا هذا اجتمع فيه الإرادة مع الأمر. طيب أراد ولم يأمر كفر الكافرين، لأن الله لا يأمر، لكن لو لم يرده منهم ما كفر أحد، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، إذا معناها دل على أنه أراد منهم كفر. لأنه لو لم يرده ولو شئنا لآتينا ولو شاء ربك الأمن. هنا أراد ولم يأمر. اعكس، أمر ولم يرد، أمر بإيمان أبي جهل ولكنه لم يرد، أو أمر بإيمان الكفار. لم يأمر ولم يرد كفر المؤمنين، لا أمر به ولا أراد. إذا كل فلذلك ايه معنى الامر؟ الامر غير الاراده. نعم. اذا قال تعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا ايه؟ يرضى. لم يقل ولا يريد، لانه لو قال لا يريد فهو كيف يكفر؟ ولا يرضى. اذا معناها الاراده غير الايه؟ غير الرضا. واذا الامر قالوا طلب، الامر طلب. والرضا
قبول والإرادة تخصيص. شوف الإرادة تخصيص والأمر طلب والرضا قبول، لكل واحدة مختلفة عن الأخرى. شوف بس تفرق ها؟ كيف يرضى ما ينفعش؟ كيف كنت خلاقه؟ كيف يرضى مع سفر؟ زاد ولا يرضى وقال يرضى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يقول يرضى، قال ولا يرضى. بس لم يقل ولا يريد. فهمت يا لسه؟ أنت فاهم قال يرضى؟ الآية ولا يرضى. كله لنا. ممكن نقول أن الإرادة موافقة للرضا؟ فهم؟ الرضا موافق للإرادة. لا مش ما فيش تلازم، لأنه توجد الإرادة ولا يوجد الرضا، لكن إذا وجد الرضا يبقى فيه إرادة. إذا يوجد توجد الإرادة يعني يريد الله شيئا ولا يكون راضيا عنه. ما هو موجود. إنما إذا رضي عن شيء إلا وأراد خلاص. زي رضيت لكم الإسلام دي يرضاه وما يرضوش، يبقى حتى أكيد تجري. إذا ما دامت راضية لنا الإسلام دينا معناها إيه؟ أراد منا أن نكون إيه؟ مسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم اغفر لي أمر لا صلاة على أسعد مخلوق. كلما ذكرك الذاكرون وغفر عنهم.